مساء الخير واهلا بيكم. حلقه جديده وهنا العاصمه. النهارده عندنا ثلاث فقرات متنوعه. الفقره الاولى هيكون ضيفنا فيها النائب محمد انور السادات رئيس حزب الاصلاح والتنميه، وذلك بعد توصيه لجنه القيم اليوم بمجلس النواب باسقاط عضويته مرتين، مره لاتهامه بتزوير توقيعات بعض النواب على مشروع قانون، ومره اخرى علشان ارسل مذكره للاتحاد البرلماني الدولي كما قيل من شأنها الحط من قدر المجلس وكمان عليه عقوبة أخرى. هذا القرار اتخذته لجنة القيم النهاردة لازم يتعرض على مجلس النواب ويكون إسقاط العضوية بأغلبية الثلثين، وبالتالي هنشوف ماذا سيحدث النهاردة. يعني النائب محمد أنور السادات هيرد على كل هذه الاتهامات. أما الفقرة الثانية فهي فقرة المناظرات اللي المفروض كل يوم سبت 4+1. أهم خمس قضايا شغلت الرأي العام المصري في الأسبوع الماضي. النهاردة هنضم لنا ضيف جديد، هو الكاتب معتمر أمين مع إبراهيم الجارحي، عمرو فارس، وأميرة العدلي، وأنا. وأيضا هنتكلم على انتشار الجريمة وإزاي تحمي بيتك وإزاي تحمي أسرتك وممتلكاتك. هنتكلم عن فكرة هل الجريمة بتزيد علشان الأوضاع الاقتصادية الصعبة، ولا الحقيقة أن في مشكلة في الأخلاقيات. هنتكلم من منظور أمني، من منظور اقتصادي، ومنظور اجتماعي أيضا. دي هتكون فقرتنا الأخيرة، لكن خلوني أبدأ بحوارنا الذي أجريناه بالأمس مع رئيس اللبناني العماد ميشيل عون. الحقيقة أن هذا الحوار يعني جذب انتباه وتغطية واسعة من الصحف العربية واللبنانية من مختلف الأطياف، وطبعا كل جريدة وأيضا الصحف الأجنبية الحقيقة كل جريدة كانت بتركز على الجزء اللي بيهمها أكتر. غدا عندنا لقاء مهم، طبعا القاهرة تستقبل العماد ميشيل عون في أول زيارة له للقاهرة منذ حوالي تقريبا فوق 50 سنة ما زارش القاهرة، وفي أول زيارة لمصر منذ توليه الرئاسة في أكتوبر الماضي. زي ما قلت لكم الصحف اللبنانية والمواقع اللبنانية الحقيقة يعني ركزت على الحوار، خاصة فيما يتعلق ليس فقط بالعلاقات المصرية اللبنانية، ولكن أيضا فيما يتعلق بسلاح حزب الله وما قاله الرئيس اللبناني أن سلاح حزب الله هو سلاح مقاومة، ودفاعه طبعا عن سلاح حزب الله عندما سألته إن كان سلاح حزب الله يقوض مشروع الدولة الذي يسعى إليه، دفاعه أيضا عن تدخل حزب الله في سوريا، منظوره إلى سوريا بأنه لا حل للمعضلة السورية دون وجود لبشار الأسد، كلامه عن عدم وجود مساعدات مالية دولية للبنان في أزمتها الاقتصادية وفي أزمة اللاجئين. الحقيقة كان في قضايا كثيرة جدا جاوب عليها الرئيس عون. يعني هو بدأ في الحوار ان هو يعني معترض على بعض الاسئله اللي لها علاقه بالاقليم، وكان يفضل ان يكون الحوار فقط بيركز على العلاقات مع مصر، لكن في النهايه يعني اجاب على اسئله كثيره جدا فيما يتعلق بالاقليم وبرؤيته للازمه السوريه والارهاب. ملف الارهاب هيكون ملف حاضر في المناقشات بين الرئيس السيسي وبين العماد ميشيل عون، ودي زيارة مهمة الحقيقة لتأكيد عروبة لبنان، خاصة وأن يعني وصول عون لسدة الرئاسة في لبنان كان محفوفا بكثير من الاعتراضات، لأنه طبعا كان متحالفا مع حزب الله. البعض يرى أن وصوله لسدة الحكم هو نجاح لمحور إيران حزب الله سوريا، وهزيمة للمحور العربي السعودي وخلافه. ولكن يعني عون بيحاول ان هو خلال زيارته الاولى ان تكون كلها زيارات عربيه، بدا بالرياض ثم الدوحه ثم القاهره، وبعدها يذهب الى عمان العاصمه الاردنيه. غدا هيكون في مؤتمر صحفي بين الرئيسين، ثم بعد ذلك هيكون في زياره للازهر الشريف مشيخة الازهر وللكاتدرائيه، وايضا هيكون في اتفاقات حوالي 15 اتفاق ثنائي
اقتصادي بين مصر ولبنان، وأيضا يوم الثلاثاء صباحا حيزور الجامعة العربية حيث يستقبله أمين عام الجامعة أحمد أبو الغيط. هذا عن الزيارة اللبنانية والحوار، وعندنا أخبار كتيرة جدا، خلونا نبدأها بصورة. والحقيقة أن الصورة اللي اخترناها عشان نبتدي بيها حوارنا أخبارنا النهاردة هي صورة لمجموعة أطفال في قرية أبو مساعد. الأطفال دول ممكن يكون عددهم مش كبير، لكن هم بيعدوا الترعة دي كل يوم علشان يروحوا المدرسة. بقالهم قد إيه بيعدوا الترعة دي كل يوم عشان يروحوا المدرسة؟ بيعدوها من مارس 2016، يعني ترم كامل في نهاية السنة الدراسية اللي فاتت وترم كامل في بداية السنة الدراسية الجديدة، وزي ما انتم شايفين وترم تاني بدأ. زي ما انتم شايفين هي الترعة ممكن ما تكونش كبيرة، لكن في النهاية احنا بنعرض هؤلاء الأطفال حتى لو كان عددهم قليل. يعني الترعة لو شفنا في صورة تانية بتبين ان الترعة عرضها مش كبير وعمقها بالتأكيد مش كبير، لكن الأطفال دول أهو، أدي شط الترعة من هنا وشط الترعة من هنا، إحنا بنتكلم على مسافة ممكن تكون قصيرة جدا، لكن تخيلوا بقى هؤلاء الأطفال دي في محافظة كفر الشيخ. تخيلوا هؤلاء الأطفال وهم كل يوم صيف شتاء في البرد في الصقيع بيعدوا، شايفين بيرفعوا بنطلوناتهم يا حرام، بيرفعوا هدومهم عشان الهدوم ما تتبلش، عشان الولاد وهم هدومهم هتتبل هيقعدوا بيها مبلولة طول اليوم في المدرسة. فبالتالي هم بيعدوا كل يوم الترعة دي. ليه بيعدوها؟ لأنه السبيل الآخر أو الوسيلة الأخرى إن هم يوصلوا المدرسة وهي مدرسة ابتدائية زي ما انتوا شايفين في ناس، في أهالي بقى وإخواتهم الكبار بيشيلوهم، بيشيلوا الصغيرين. السبيل الثاني عشان يوصلوا هذه المدرسة ويوصلوا مدرستهم الصبح هو ان هم يمشوا 3 كيلو. ده معناها ان هم يصحوا امتى ويروحوا المدرسة امتى؟ 3 كيلو بيمشوها الولاد اذا ما كانوش هيعدوا الترعة دي. طيب هو كانوا طول عمرهم بيعدوا الترعة دي؟ لا، كان في معبر او كان في معدية موجودة، لكن المعدية دي اتشالت. اتشالت ليه؟ لأنه صاحب العرض طلع عليه حكم قضائي، اتشالت المعدية أيا ما كان السبب. في النهاية هؤلاء الأطفال اللي هم في قرية أبو مساعد التابعة لمركز الحمول محافظة كفر الشيخ لازم يعدوا الترعة دي كل يوم، ترعة عرضها 15 متر، يعدوها كل يوم عشان يروحوا المدرسة. يعيوا بقى، يجي لهم بالهارسية، يجي لهم ده مصرف طبعا، ده مصرف ترعة، شوفوا بقى فيه ايه، يجي لهم بالهارسية، يعيوا، يجي لهم برد، يجي لهم روماتيزم، يجي لهم اي حاجة مش مهم. لكن اظن ان حتى لو كان طفل واحد بيعدي الترعة دي عشان يروح مدرسته فهو مهم. ولو كان في طفل واحد بيعدي يعني بيتعرض دي تهلكة، بيتعرض لهذه التهلكة عشان يروح مدرسته، فالدولة اللي احنا عايشين فيها لازم تهتم بهذا الطفل حتى لو كان في طفل واحد، لان البديل هو انهم يمشوا 3 كيلو وده شيء غير منطقي. قررت ان انا ابتدي الحلقة النهاردة بهذه الصورة. ربما يكون هناك مسؤول يشعر بأي مسؤولية في المحافظة بقى، في المركز، في المحليات، في أي حتة، يشعر بأي مسؤولية تجاه هؤلاء الأطفال اللي يعني طلبا للعلم بيعدوا الترعة بالشكل ده. معي على الهاتف شوقي أبو مساعد، احد سكان قرية ابو مساعد. استاذ شوقي مساء الخير. استاذ شوقي مساء النور يا فندم. مساء النور، واسمعني من التليفون لو سمحت ووطي التلفزيون، اتفضل. استاذ شوقي اولا قول لي فين قرية ابو مساعد بالظبط؟ معاك بره على الصوت، معاك على الصوت. طيب اشرح لي انتوا فين بالظبط، فين قرية ابو مساعد
ايه اللي بيحصل؟ الترعه دي بتعدوها ليه؟ اشرح لي قصه. قريه ابو مساعد دي بالوحده المحليه بالبنا بالحموه. كفر الشيخ. كفر الشيخ. طيب ليه الولاد بيعدوا، ليه الولاد بيعدوا الترعه دي كل يوم عشان يروحوا المدرسه؟ السبب بتاعنا ان جالنا خط ميه 4 بوصة من 54. لا مش فاهمه يا استاذ شوقي، اشرح لي ليه الولاد بيعدوا الترعه دي؟ ليه ما بيروحوش يعني ما فيش طريق ممهد عشان يروح الولاد المدرسه كل يوم؟ لا وطي التلفزيون يا استاذ شوقي، وطي التلفزيون. أنا بره بره بره. طيب اسمعني من التليفون اتفضل. سامعني يا فندم؟ انا على السطح. طيب انت على السطوح. طب اسمع قول لي اشرح لي قصه بقى. الو. لا هو مش سامعني يا مان. طيب الاستاذه عايده ماضي رئيس مركز ومدينه الحمول. استاذه عايده مساء الخير. مساء الخير استاذه لمي. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا انت عارفه القصه دي وعارفه هذا المشهد اللي بقاله تقريبا سنه. انا دلوقتي ماسكه رئيس مركز مدينه الحمول بدءا من 2/2، يعني ليا تقريبا 10 ايام في مركز الحمول. مفهوم. لكن هذا المشهد بقاله سنه بالظبط. اسمعي لي حضرتك، اسمحي لي حضرتك. طبعا انا المشكله وصلتني، فسالت انا ليه 10 ايام. طبعا ومركز الحمول يعتبر اكبر مركز في محافظه كفر الشيخ، بيمثل كفر محافظه كفر الشيخ، فيه 9 مجالس كروية في 90 قرية تابع. أبو مساعد دي منطقة كانت تابعة لشركة اسمها مكسيكو لشباب الخريجين لتقسيم الأراضي، وبعد الجمعية ما خلصت وسلمت الأراضي اتحلت الجمعية. علوا الصوت يا جماعة. قرية أيوه قرية أبو مساعد عبارة عن جزئين، جزء تابع لمركز الحمود وجزء تابع لمركز الرياض. دلوقتي الفاصل ما بين قرية أبو مساعد والقرية المقابلة ليها اسمها قرية 52 اللي فيها المدرسه اللي اطفالنا بيروحوها، المصرف اللي هو ال 15 متر ده. ده مصرف. ممكن حضرتك لو لاحظت في الصور هتلاقي ان الارض الزراعيه متحوطه المكان. ايوه. كويس؟ فدلوقتي الراجل صاحب الارض صاحب ملكيه خاصه مشكور عمل عدايه للاطفال دول يعدوا. المعلومه بقى يمكن اللي ما حدش وصلها لاي اعلامي ان في طريق بطول 3 كيلو طريق السلك. لا احنا عارفين ان في طريق 3 كيلو بس بعيد. أيوة قوي. لافف داخل من ابو مساعد 52. بس 3 كيلو ده كتير قوي يا استاذه عايده، هيمشوها ازاي؟ طيب حضرتك هو ده الطريق الموجود. انا يعني ناس كتير جدا بتمشي المدارسها بتتحرك، في دلوقتي وسائل انتقال موجوده كتيره، ان هو ممكن بدل اللي بيحصل ده ان هو يسلك الطريق الصحيح. ولو الناس لا تستطيع صاحب تمام. صاحب الارض كان لو الناس ما تقدرش كان عملهم العدايه علشان الاطفال يعدوا بطريق ايه مختلف. تمام. ولو الناس ما تقدرش عايزين يعدوا خط ميه في الارض بتاعه الراجل، فقال لهم لا انت هتحفروا لخط ميه وايه وهتبوظوا له الارض، فتعدوا عليه بالضرب. ده اللي وصلني فعلا، تعدوا عليه بالضرب وكسروا له عربيته. فالراجل لجأ للقضاء وصدر حكم من القضاء بان ديت ملكيه خاصه وليس لهم الحق فوق المرور من خلالها. عموما طبعا احنا في تواصل دلوقتي في دول اطفالنا طبعا وامرهم يهمنا، واذا كان طريق الثلاثة كيلو ده بيصعب عليهم انا بقول لهم انتوا لو عندكم قطعه ارض مساحتها 1050 متر تصلح ان هي حد يتبرع بيها ويقام عليها مدرسه، دي يبقى حل المشكله نهائي. مين يا استاذه عايده يبقى عنده قطعه ارض ويتبرع بيها؟ مين من الناس الغلابه دي؟ ناس كتير جدا بتتبرع بالارض، انا عندي تبرعات كتيره جدا بقطع الارض هنا داخل مركز الحمول. الحاجه الثانيه احنا في فعل خير قال يا جماعه انا عندي الحديد وعندي الخشب وعلى استعداد اعمل العدايه على نفقتي. فاحنا دلوقتي في تواصل مع صاحب الارض رغم اللي جرى له من الناس ديت ان هو يسمح لهم ان هم يعملوا العداية دي تاني علشان خاطر الاطفال، لكن يبقى في تعهد من اهل قرية ابو مساعد بعدم التعدى عليه، وان ده عمل يعني الراجل يشكر عليه. طبعا احنا ليس لنا السلطة عليه في ان هو ان احنا نستغل ملكيته الخاصة. بالتأكيد.
بالتأكيد. ايوه، فهو يبقى في تعهد من اهل القريه ان هم ما يتعدوش عليه، وان ده يعني عمل الراجل بيقدمه تطوعا من نفسه هو كان قائم به، لكن للاسف الشديد سلوكهم اللي سلكوه معاه هو اللي اضطروا لهذا العمل. اولا خليني اقول لك الاول في تواصل وان شاء الله الراجل يعني احنا في ميعاد معاه وهنقعد معاه ونجيب الناس اللي هي بتاعت قريه ابو مساعد ويتم الاتفاق، واللي هو فاعل الخير ده اللي هيتبرع باقامه العدايه على نفقته برضه هنجيبه، ورفض طبعا ذكر اسمه، وان شاء الله يعني دول اطفالنا وامرهم يهمنا قبل اي شيء. اولا انا عايزه اقول لك ان انا سعيده ان في رئيس مركز ست، يعني انا اسعد بجد في وجوده في وسطهم، يعني انا يعني اولا ده شيء انا سعيده بيه جدا انه رئيس المركز واحده ست. ليه بقى؟ لان انا عندي قناعه ان الست انا حاليا في مكتبي مع مجموعه من الشباب من مختلف قرى مركز الحمول والمدينه لمناقشه المشاكل اللي هي داخل المركز ووضع خطه لحلها بقدر الامكانيات المتاحه لينا طبعًا. ومن ضمنها المشكله بتاعت ابو خليكي معايا مدام عايده، خليكي معايا معايا الارجاعي تاني الاستاذ شوقي ابو مساعد. يا استاذ شوقي سامعني كده؟ ايوه يا فندم. اهلا بيك. طيب دلوقتي زي ما انت سمعت من الاستاذه عايده، يا فندم اتفضل. الطريق ده اهوت الطريق اللي بتقول لك ده ملكيه خاصه، ده طريق من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، طريقين الكل طريق 12 متر، كلوهم الاهالي خلوهم 6 متر، خليتي بال حضرتك؟ وفيه محطة مياه كانت على الطريقين دولت من ايام الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، والسكك دي كانت سكة منهم 12 متر، كانوا من هنا 6 متر ومن هنا 6 متر، وخلوا الطريقين 6 متر بس. ولما جت الميه تعدي وشركه الميه اللي كانت بتعديها مش احنا، ولا تعاركنا ولا عملنا ولا كسرنا ولا اللي حصل من الرئيسه حصل، وهم راحوا جابوا محامي شاطر وجاب لهم قرار من النيابه بان دي سكه ملكيه خاصه. خليتي بال حضرتك؟ وبكده قاموا قاطعين عننا وشالوا مواسير الميه 150 متر وشالوا السكه عن الدراعين. سؤالين ماشي يا عم شوقي، خليني بس اسالك دلوقتي، انتوا الطريق الاسفلت اللي هو ال 3 كيلو ده مشوار بعيد عليكم، انتوا ما عندكوش وسائل مواصلات توصلكم للمدرسه دي؟ ما فيش اسفلت بجوارنا خالص، ما فيش اسفلت بجوارنا خالص، بعد 3 كيلو ممنوع فيهم حتى تربة زلطية مشوا عليه. طيب الحاجة التانية دلوقتي، لو الراجل بنى او في حد بنى المعدية دي تاني يا عم شوقي، هل انتوا بتتعهدوا ان مش هتعملوا مشاكل تاني مع الراجل صاحب الارض؟ احنا لا بتوع مشاكل، احنا لو بتوع مشاكل كنا عملنا العداية وعدينا العيال بدل ما هم بيعدوا من مصر. العيال بيحصل لهم ايه يا عم شوقي لما بيعدوا بالمنظر ده؟ طب احنا هنعمله ايه؟ ما هو ده قدرنا. ايوه بيحصل لهم ايه؟ بيعيوا بيتبهدلوا بيحصل لهم ايه؟ ما احنا ناس غلابه، لا بننهض نقاوم محامي ولا بننهض نجري في المحاكم زيهم. هم بيقولوا ان احنا بنبقوا قاعدين وبنشغل فلوسنا وفلوسنا بتجيب لنا كل حاجه. طيب يا عم شوقي، في عندكم مشكله ميه كمان مش كده؟ لا، ما هي المشكله كلها كانت على الاربعه بوصه بتاع الميه، وقلنا لهم خدوا علينا اقرارات بان احنا مالناش عندكم سكك غير العيال مدارس تعدي، وخدوا علينا وصولات امانه، لو جينا طلبناكم في يوم من الايام بسكك اعملوا اللي انتوا عايزينه فين. طيب وانتوا واصله لكم ميه ولا مش واصله لكم ميه؟ مش واصله لنا ميه، واحنا بنعاني من الميه، وغيروا لنا مسار الميه من حته اسمها البياره، طلعت اهالي البياره على السكه برضك سكه حكوميه، وقالوا لا مالكمش ميه عندنا، وراحوا جابوا خريطة من المساحة برضك ان احنا مناش مرور مية. يا جدعان ده ماسور اربعة بوصة هتندفن في السكة. قالوا ده انتوا عايزين سكة، قلنا لهم خدوا علينا قرارات وصلات امانة ان احنا مناش عندكم حاجة خالص غير ان احنا نشربوا بس، عايزين نشربوا زينا زي الناس.
شكرا. طيب يا عم شوقي خليك معايا، ومعلش هخليكي تردي يا استاذه عايده، بس انا عايزه اسمع الاطفال. احمد رضا طالب في ثالثه اعدادي. احمد مساء الخير يا احمد. ايوه استاذه لميس، معاك احمد اهو. ايوه اتفضل يا احمد. الو. ايوه يا الو. احمد انت في سنه كام يا احمد؟ انا في ثالثه اعدادي. مدرسه ايه؟ مدرسه عبد الرحمن الدسوقي. بتضطر انت تعدي برضو الترقه دي ولا المصرف دي يا احمد؟ كل عشان يوم؟ مفيش غير. كل يوم بتعديه؟ ولما الميه بتعلى ما بعرفش اعدي خالص. طب وبتعمل ايه لما الميه بتعلى؟ بتضطر بتروح ازاي؟ ما بقعد في البيت. لما بتعدي الميه دي، الميه دي يعني بتعيا، بيحصل لكم يعني؟ قول لي. مقرف بتعب. يعني بتعب وبيجي لي برد وحساسيه وبروح وبكشف وحالتي والله العظيم 9/10. طيب يا احمد شكرا جزيلا. استاذه عايده. ايوه استاذه. طيب معاك. مع حضرتك. دلوقتي يعني انا بقول حاجه، يعني احنا ناس خايفين على اطفالنا وعندنا مشكله دلوقتي، هل انا اسيبهم انا كأم او اب يعدوا بالشكل ده، لا ولا طبعا امشيهم من الطريق اللي هو التاني لحد المشكله دي ما تتحل؟ دي اول نقطه. النقطه الثانيه بالنسبه لمشكله الميه، حد شوى على فكره امبارح كان في لقاء جماهيري في وجود المسؤولين داخل مركز الحمول، من ضمنهم المهندس المسؤول عن شركه الميه، والحاج شوقي عرض المشكله بتاعه الميه ديت، وهم ليهم خط جاي من مركز الرياض، هم دلوقتي طالبين خط تاني، والكلام ده فعلا الحاج شوقي قاله امبارح في في اللقاء الجماهيري، بيبقى كل يوم سبت في وجود المسؤولين، قال احنا عايزين الخط يجي من الطريق التاني اللي طوله 3 كيلو. طب يا حاج شوقي دلوقتي انا عشان اجيب لك ميه بخط طول 3 كيلو الميه مش هتوصل لك، في حاجه اسمها فاقد في الميه هيحصل، وفي النهايه الميه مش هتوصل لك، وانت عندك خط تاني طوله اقصر. قال لا هنجيب رافع. قلت له طيب ما تجيب الرافع ده تحطه على الخط الموجود عندك، لان الخط 3 كيلو ده تكلفته هتتعدى المليون جنيه. وفي خط ايه يعني بديل انا عندي، يعني ليه الحقيقه انه مش الاهالي اللي هي تقرر. ايوه يا استاذه. أيوة. عايده المهندسين والمسؤولين عن شركه المياه هم اللي بيقرروا اي خطوط هي الاسهل للوصول. بالظبط بالظبط. وكان في وجود المهندس بتاع شركه المياه. فالمهندس بتاع شركه المياه قال ان فعلا المياه هناك بطريقه اسمها المناوبات، كل قريه بتاخد منوبه كذا يوم. لا فاتفقت معاه ان يعني هو ايه كذا منوبه كذا يوم، يعني كذا يوم يبقى فيه مياه وكذا يوم تتقطع؟ للاسف الشديد ده يعني دي طريقه المياه اللي لقيتها موجوده هنا. لا أيوة. ده صعب جدا، وانا متاكده انك انت هتحاولي تعملي حاجه. في مشكله هنا في الميه عامه. طبعا اتفقت مع المهندس بتاع شركه الميه في وجود الحاج شوقي ان هو يرتب لهم ايام المناوبات بتاعتهم يوم ويوم، ويتم اعلانهم في المساجد عن الايام اللي هي هيبقى فيها موجوده المناوبه بتاعتهم، ويبقى عندهم خزانات كلنا بنركب الخزانات ان هو يحط الميه اللي تكفيه في الفتره اللي هي هتنقطع الميه فتره المناوبه. ده اللي كان فعلا يعني شوقي قال كمان كده، والراجل طلع مبسوط. انا يعني انا شخصيا يعني هو يطلع مبسوط، انا مش مبسوطه يعني. انا بصراحه معلش يا استاذه عايده معلش. ايوه اتفضلي. ممكن ده يكون حل مؤقت لحد ما نحل المشكله، بس لحد انا حاسه ان احنا المشكله عندنا بوجود محطات ميه ثانيه. طيب طبعا كميه الميه الموجوده، احنا في قرى بره التاريخ، احنا في اماكن بره التاريخ، بره الخريطه تماما، انه يعني ايه نعيش بمناوبه؟ يعني ايه نعيش بميه؟ ده الميه لما تقطع الاماكن بعيده، وفعلا يعني كميه الميه هنا يعني كميه قليله، ومركز الحامول مركز كبير جدا، والتوابع يعني في نهايه المركز، يعني الكره دي في نهايه المركز، لكن برضو احنا معاهم، احنا يعني ما سبناهمش وعمرنا ما هنسيب. والحقيقه ان انا محترمه يعني مجهودك. خليكي معايا يا استاذه عايده. طب انا معايا مصطفى. مصطفى طالب برضو في المدرسه اللي من اللي بيعدوا الترعه دي، واحنا اهو الصوره يا جماعه معانا، بنحاولنا ان احنا نظبطها. اسلم حضرتك. ايوه يا مصطفى، انت في سنه كام؟ انا في سنه ثالثه اعدادي. ثالثه اعدادي. بتعدي المصرف ده كل يوم يا مصطفى؟ وايه المشاكل اللي بتتعرض لها وانت بتعدي المصرف؟ هي ميه متلوثه، يعني بعدي من المصرف وكل يوم هدومي بتتبل، وبروح لاصحابي يتريقوا عليا. وانت عندك او عندك اخوات صغيرين، ولاد عم صغيرين، بيعدوا ازاي يا مصطفى؟
ايوه بس ما اعرفش يروح. انا شايفه ان الكبار ساعات بيشيلوا الصغيرين. مصطفى انا بشيلهم واعديهم. بتشيلهم وتعديهم. انا أيوة حضرتك. ماشي يا مصطفى، انت جدع انك بتشيلهم وتعديهم. الميه لما بتعلى ما بتعرفش تعدي طبعا. ماشي يا مصطفى. جنبك حد تاني من الاولاد من زمايلك؟ ماشي يا مصطفى، شكرا. طيب يعني استاذة عايدة، يعني انا هعتمد على الله وعليكي انه موضوع المعدية ده بفاعل الخير يحصل ان شاء الله. احنا معاهم، عمرنا ما هنسيبهم. بس انا برجو الاهالي بدل الوضع اللي هم معرضين اطفالهم، لا، في طريق بديل لحد ما بيقول لك الطريق ما عندناش اسفلت خالص. فين الطريق ده؟ بيقول لك هو الطريق الثاني اللي لفت اللي هو طول 3 كيلو. انا بدل ما اعرض قطعه عظيمه من وسط ارض زراعيه ومست مصر بالمنظر ده، انا مشيت المسافه دي يعني اجيب اي وسيله. يعني في عندنا عربيات بيتم اتفاق معاها بتاخد على كل طفل مثلا جنيه او حاجه، وبتلمهم كلهم مع بعض وتوديهم. بعدين هو العدد قليل، العلم حضرتك مش كبير. يعني احنا اللي تابع لمركز الحامول في القريه ديت، القريه ديت مقسومه نصين، نص تابع لمركز الرياض ونص تاني تابع لمركز الحامول. التابع لمركز الحامول من 15 ل 20 بيت، يعني هيبقى كام طفل فيه بيروحوا المدرسه؟ حتى لو كان الاسر ايوه يعني وسيله مواصله توديهم لحين انهاء المشكله دي، بدل ما يعرضوهم للموقف اللي هم ما هو ممكن ما يكونش معاهم، ممكن ما يقدروش، ممكن المسافه الطويله دي الثلاثة كيلو دي مأساة. يعني يا سيدة الفاضلة، انا كنت بروح مدرستي مشي 4 كيلو على رجليا. يعني هقول لحضرتك ايه، يعني كنت بمشي 4 كيلو على رجليا ولم تكن هناك وسائل المواصلات المتوفره بمثل هذا الوقت. خليكي معايا مدام عايده، انا معايا الاستاذ مهندس محي الصرفي، المتحدث باسم الشركه القابضه للمياه والصرف الصحي. استاذ محي، يعني ازاي نعيش في بمناوبه؟ ازاي نعيش بميه بتوصل يوم ويوم لا، يومين ويوم ويومين لا؟ انا عارفه ان ممكن تدي تبقى امكانيات، بس انا بتكلم على قرى خارج التاريخ تماما. استسمح حضرتك يا فندم ان بالنسبه لل 15 بيت اللي هم موجودين في وسط الاراضي الزراعيه اللي هم اشتروها حضرتك ديت، احنا كنا موصلين لها خط، وكنا بقالنا سنه عايزين نوصل لهم الخط اللي هو يدي لهم الميه باستمرار. حضرتك احنا عملنا كان كيلو ونص الطريق دوت اللي هو عشان نوصل لهم لغايه المكان بتاعهم. اشتغلنا يا فندم 150 متر، وللاسف يا فندم اهالينا اللي هم في ابو مساعد ضربوا المقاول اللي هو الراجل صاحب الارض الثانيه اللي عنده 60 فدان. للاسف منع المقاول ان هو يمر وقال له دي الارض بتاعتي وما تحفرش فيها، نتيجه ان الاهالينا دول ضربوا الراجل وكسروا عربيته. وده اللي موجود حضرتك، ويمكن مدام عايده قالت لحضرتك نفس الكلام. صحيح. فحصل خناقه بينهم، راح هو مانع ان احنا نكمل. حضرتك احنا قلنا للوحده المحليه، ويمكن مدام عايده لسه واصله، ف يعني الموضوع دوت من سنه، وقلنا لهم مكنونا عشان نوصل للبيوت ديت خط الميه وننهي المشكله. اظن مدام عايده سمعنا دلوقتي وهي فعلا عملت الاجتماع ده، واظن انها هتمكنكم. ده بتعهد من الاهالي، ما هو كمان الاهالي لازم يعني خلوا بالهم ما يضربوش المقاول. فيعني في تعهد هيبقى من الاهالي بان هم ما يتعدوش على المقاول. بس احنا كده لما نوصل لهم الخط الميه مش هيبقى في موضوع المناوبه ده يا استاذ محي؟ لا يا فندم، ده الخط هيبقى واصل لهم كيلو ونص، وهيزود كميه الميه عندهم. ده غير ان في محطات يا فندم هتبتدي تخش تباعا بالنسبه لكفر الشيخ، الميه مش هتبقى بالمناوبه زي ما حضرتك كل يومين او كل يوم، لا. استاذ محي، انا لازم اسالك على البيان اللي انتوا طلعتوه منذ قليل بانه الجيزه، مناطق من الجيزه هيتم قطع الميه عنها يوم ايه؟ بكره ولا يوم الخميس؟ الخميس يا فندم. الو، يوم الاربع ولا يوم الخميس؟ الاربع يا فندم، الاربع. مناطق ايه يا استاذ محي؟ هو بعد اذن حضرتك احنا عايزين نتكلم على حاجتين، يعني تسمحي لي يا فندم. نقطه بقعه الزيت اللي كانت موجوده والسولر اللي كانت في الاقصر النهارده ومنعت تشغيل محطات عندنا.
حضرتك دوت كان موجود عندنا، وفي بعد كده هوت اي فندم قطع الميه اللي عن الجيزه. ايوه فندم، بعد كده قطع الميه عن الجيزه يا فندم. عن مناطق ايه يا استاذ محي؟ اللي هي المنيب والاصابج يا فندم. احنا بنعمل والمجزر الالي تمام فندم، ومصنع المكرونه، وده وجزر الكنيسه، وحضرتك المنطقه دي كلها هنقطع عنها الميه عشان بنعمل صيانه وتطهير لمحطه الصرف الرئيسيه بتاعه المنطقه دي بتاع الكنيسه. ودي بقى مش هتقطعوها مده قد ايه يا استاذ محي؟ من 8 الصبحيه يا فندم ل 8 تاني يوم يا فندم. ودي نفس ال 8 ل 8 ولا دي 8 ل 8 الثانيه؟ اللي هي من 8 ل 8 من 8 ل 8 يعني 12 ساعه يا فندم. بجد بجد؟ ايوه يا فندم، وحضرتك هتتابعينا اكيد يا فندم. ما حضرتك عارف ان المره اللي فاتت قلنا 24 ساعه بقوا 48 ساعه. لا يا فندم، حضرتك هنبقى 8 وقبل البرنامج بتاع حضرتك، وممكن حضرتك تتاكدي مننا. بشكرك استاذ محي الصرفي. استاذه عايده، يعني من الواضح انه شركه الميه مستعده انها توصل خط الميه فعلا زي ما حضرتك قلتي، فاحنا بنترك الموضوع في ايدك بقى. واستاذ شوقي سمعنا، لا يعني انت لازم يعني تتعهد بان انتم ما تتعدوش على المقاول. ولا صاحب الارض يا استاذه لميس؟ ولا صاحب الارض طبعا. ايوه، يكتبوا تعهد واحنا نجيب الراجل ونقعد معاه ويجوا يكتبوا تعهد. ان دي ملكيه خاصه وليس لهم الحق فيها، وان الراجل ده عامل الشيء ده تطوع منه، ويتم تقدير العمل بتاعه. هو ما حدش جابره ان هو يعمل العمل ده. استاذ شوقي انت سامعني؟ الو. ايوه سامعني يا عم شوقي. يا استاذه لميس. نعم. الوقت كل الكلام اللي انقال ده هوت، والله العظيم والله العظيم والله العظيم ثلاث ايمان بالله العظيم ما حصل. هم جابوا العربيه حطوها على العدايه علشان ثاني يوم علشان المقاول ما يعديش. العيال البنات اللي في ثالثه اعدادي جت تعدي وقعت في المصرف، فكسروا جزء العربيه. فانا رحت اتعهدت للراجل وخدت العربيه صلحتها وصرفت عليها 2000 جنيه واديتها له. والله العظيم والله العظيم لا ضربنا ولا خبطنا ولا عملنا اي حاجه من الكلام اللي انا سمعته. طيب والله يا استاذه لميس، انا ما ضربنا ولا عملنا، احنا ده احنا ناس غلابه وطيبين وعمرنا ما سمعنا. تمام تمام، احنا دلوقتي بنحاول نحل المشكله. دلوقتي الرئيسه عايده بتقول لك ده ضربوا وخبطوا. طب هي ما كانتش هنا، سمعت من الناس اللي هي يعني. طيب هقول ايه؟ ماشي هقول ايه؟ طيب ماشي يا عم شوقي، خلينا نحل المشكلة عشان المنظر ده ما يتكررش تاني. في حد متبرع هيتبرع بالمعدية، وانتوا هتتعهدوا انكم مش هتتعرضوا له. خلينا نخلص الدنيا. والشركة المية احنا هنتابعها وهتوصل لكم المية، وربنا يسهل، وهنتابع الموضوع ده عشان المشي. نعم. دلوقتي بتقول لك انا كنت بمشي 4 كيلو، كان عندها اسفلت. احنا بقول لك والله العظيم لغاية 6 كيلو و8 كيلو ما عندناش اسفلت. صح معاك حق. ابعتي اي حد يصور لك السكك اللي عندنا. معاك حق يا عم شوقي، معاك حق. ما دام يا استاذه عايده يعني عايزين نحل المشكله دي، المشهد ده لازم ما يتكررش. طبعا ممكن حضرتك يعني حضرتك احنا يعني من غير الحاج شوقي ما يعرفه، زي ما قلت لحضرتك هو كان معايا امبارح في المجلس التنفيذي، ومن غير هو ما يعرف. احنا طول النهار النهارده في تواصل مع الناس عشان نقدر نجيبهم، لان الناس صاحب الارض يعني انضر، والمتبرع بالمواد الخام وتصنيع العدايه موجود. يعني احنا مش ساكتين، لان امر الناس دي يهمنا وامر الاطفال دي يهمنا. طبعا اكيد. بشكرك استاذه عايده ماضي، رئيس مركز ومدينه الحمول في محافظه كفر الشيخ. الحقيقه اولا انا سعيده ان في سيده رئيسه للمركز، اظن انها رئيسه مدينه يعني او رئيسه مركز، وده يعني الحقيقه اظن ان هيكون ادائها مهم في هذا المكان. الحاجه الثانيه انه هذا المشهد يؤكد ان في مناطق في مصر خارج التاريخ وخارج الحسابات، هي دي الاماكن اللي لازم نبص عليها، هم دول الناس اللي لازم نراعيهم. المشهد ده مش لازم يكون موجود في مصر، لانه احنا لازم نراعي ولادنا. ما يمشوش 3 كيلو وبالتاكيد ما يعدوش المصرف بالشكل ده. مش عشان بقى كان في ناس يعني مدام عايده بتقول انها كانت بتمشي 4 كيلو، لا يعني مش عشان هي عانت في حياتها، كل الناس لازم تعاني، لكن
العيال دي هتروح المدرسة ازاي، شكلها هيبقى ازاي، هيبقوا حالتهم عاملة ازاي وهم في هذا الحال. نتمنى انه فعلا الامور تتحل. وننتقل لخبر تاني، الدولار زي ما انتم ملاحظين اتكلمنا امبارح بينخفض، احنا بنتكلم النهارده في متوسطات 17 ونص تقريبا 17.40، وده اقل رقم وصل له الدولار منذ التعويم. احنا كنا شفنا اوفر شوتينج عالي جدا لكن ابتدى يتراجع. عندنا مجموعه اسئله، ازاي ده هياثر على اولا التسويات بتاعه المستثمرين اللي كانوا واخدين قروض من البنوك، اعتقد ان ده ممكن يسهل الامور بشكل اكتر بالذات لو زاد الانخفاض. السؤال الثاني اللي يهم الناس، يا ترى لو استمر هذا الانخفاض الاسعار هتنخفض ولا احنا بنشوف الاسعار مرتفعه بس وما بنشوفهاش عمرها وهي بتنخفض؟ دول سؤالين مهمين. مين معانا يا جماعه؟ طيب لحد ما يكون معانا الاتصالات التليفونيه. كان في ماراثون مهم في الجونه، الماراثون ده مستشفى اهل مصر للحروق. هذا الماراثون كان ماراثون خيري. طبعا مستشفى أهل مصر هي مستشفى يعني بتقودها هبة السويدي اللي بنتمنى لها كل توفيق. هذا المستشفى هنشوف هذا المستشفى والماراثون اللي الخيري اللي أقيم من أجل إقامة هذه المستشفى. لأجل ضحايا الحروق ولأجل تنشيط السياحة كان انطلاق نصف ماراثون الجونة الدولي بالمدينة السياحية نموذج إيجابي حينما تجتمع الرياضة مع العمل الإنساني. 1000 متسابق من 26 جنسية مختلفة شاركوا في 3 سباقات خلال الماراثون لمسافات تنوعت بين 21 كيلومتر و7 كيلومتر و1 كيلو فقط. احنا دايما يعني السباقات دي بنحب نشارك فيها، بنساعد الخير. سباقات كل السباقات دي بتبقى موجودة طول السنة. لو كل يوم جمعة مجموعة شباب تشارك ماراثون او تعمل مهرجان جري توعية وحاجة كويسة جدا. النهاردة مثلا كنت جاية من غير تمرين، انا مش اتمرنة خالص وكنت متخيلة اني مش ممكن اجري 7 كيلو، انا جريت 7 كيلو كلهم من تشجيع الناس. في حوالي 28 واحد من ماليزيا، في عندك من امريكا، من ايطاليا، فمن من كل القارات تقريبا ناس وجات وشاركت. في ناس جات بره من مخصوص عشان تشارك، ناس اجانب من اللي عايشين في سواء في الغردقه او الجونه او في القاهره جم مخصوص برضه عشان يشاركوا. جزء كبير من ارباح الماراثون ده واللي بيتعدد رعاه المشاركين فيه هيتم توجيهه لصالح مستشفى اهل مصر لعلاج ضحايا الحروق، واللي اقامت حمله تبرعات ومعرض للصور على هامش الماراثون. احنا موجودين النهارده ان احنا بنقول للناس ان احنا بنبني اول مستشفى للحروق بالمجان في مصر والشرق الاوسط وافريقيا، وانه ضحايا الحروق محتاجين اللي يقف معاهم ويساعدهم، لانه مفيش اي حد مهتم بيهم. احنا اول مؤسسه فكرنا ان احنا نهتم بضحايا الحروق. المشاهير وخاصة الفنانين كان لهم تواجدهم الملحوظ خلال الماراثون، وبعضهم قام بجمع التبرعات بنفسه، في مقدمتهم الفنانة المتألقة بشرة. أنا سعيدة جدا إن احنا بنجري من أجل هدف نبيل، وإن الجونة تكون المكان اللي بيحضن ده، وفي النهاية كله تحت مظلة مصر. جري ورياضة، تبرع وعمل إنساني، هدفين نجح الماراثون في تحقيقهم، وده يخلي عندنا أمل في إن يكون عندنا نماذج إيجابية كتير في بلدنا. طارق أحمد، هنا العاصمة. أهلا بكم من جديد. نرجع تاني لموضوع الدولار. هاني فرحات محلل اقتصادي في سي آي كابيتال. هاني مساء الخير، هل عندك توقعات إنه الدولار هيستمر في الهبوط في سعر الصرف أمام الجنيه؟ هاني، الحقيقه احنا كانت توقعاتنا من الاول حتى قبل التعويم ان موضوع سعر الصرف ده يعني هيتبع زي منحنى جرسي، لو اقدر اقول لك ان هو هيقدر يعني هيطلع وقت التعويم وبعدها بضعه شهور وبعد كده يرجع ينخفض تاني، وده طبيعي جدا. يعني النهارده احنا بنتكلم على ان مصر كانت بتعاني من طلب متراكم على الدولار يعني على اخر السنه بتاعه 2016، وبيتزامن بالصدفه والسوء الحظ يعني بان حتى السبلاي او العرض من العمله الاجنبيه كان في أوطى مستوى تاريخيا.
فالنهارده لما نلاقي ان البنوك السيوله فيها بتتحسن والاستثمارات اللي هي الغير مباشره بترجع في السوق زي ما حضرتك تابعتي وشفتي والطلب ده بيبتدي يقل وفي نفس الوقت ان شاء الله نشوف عوده السياحه وعوده الاستثمارات الاجنبيه والعرض بتاع العمله الاجنبيه يبتدي يزيد ويتحسن، طبيعي جدا ان الجنيه يرجع يسترد يعني جزء من قيمته خلال سنه 2017. هل متخيل انه عوده العمره والضغط بقى بتاع الاستيراد علشان رمضان وكمان بعض المدفوعات اللي على الحكومه المصريه اللي هي بتبقى مارس ابريل، هل ده كله ممكن يسبب ضغط تاني فنشوف المنحنى بيعلى تاني؟ ممكن جدا. انا لما بقول لحضرتك على قصه المنحنى دي احنا بنتكلم على فتره متوسط الاجل، يعني في خلال 2017 كسنه كامله مش على مدار الايام والاسابيع القليله القادمه، عشان كده حتى يعني مع ان انا متوقع ان الجنيه ثمنه يزيد الفتره اللي جايه ولكن احب برضو انوه ان اللي احنا شايفينه اليومين دول ممكن جدا يكون مجرد ذبذبه في سعر الصرف، يعني زي ما نزل ل 17.40 ممكن يطلع بكره ل 18 او بعده، يعني مش هقدر احدد الاسابيع او الايام اللي جايه دي هي دي اللي هتدي النظره المستقبليه. انا يعني في رايي الشخصي احنا هنشوف الاستقرار ده بعد شهر 5 او شهر 6 مش قبل كده. بشكرك استاذ هاني فرحات سي اي كابيتال، ومعايا ايضا استاذ نهاد خطاب ممثل الصناعات الورقيه في متضرري المديونيات الدولاريه. استاذ نهاد، هل هذا الانخفاض لو استمر بالنسبة لكم ميزة ان انتوا تقدروا يعني يتم تسوية مديونياتكم اللي هي معلقة حتى هذه اللحظة واحنا في شهر فبراير، ممكن ده يكون يعني شيء ايجابي بالنسبة لكم؟ الحقيقة احنا بنتكلم لسه على 17 جنيه ونص، ما نقدرش نقول ان احنا وصلنا مثلا لرقم 14 او 15 عشان نبتدي يبقى فيه تفاؤل بان المسألة دي هتتحل. انت بتتكلمي فرق من 3 تمانيات ل 17 جنيه ونص، يعني بتتكلمي على الدبل ما زال لغايه النهارده. الجنيه ونص اللي نزلوا في سعر الدولار ده خدي بالك انه الناس بدات تطالب من الناحيه الثانيه كمان. الناس بدات تطالب تقول طب فين نزول الاسعار اللي موجود؟ يعني احنا بقت المشكله عندنا انك انت لو ظبطت معاك من اليمين بتطلع معاك من الشمال من الناحيه الثانيه. يبتدي يقول لك انت ما بتنزلش دي في الاسعار فورا يعني. عملية طبعا صعبة جدا، انما اللي احنا شعارين بيه فعلا انه كان ان في تصحيح في مسار في ادارة العملة. يعني نقدر نقول ان ما كانش عندنا رؤية، كلنا كنا شايفين يعني في الاخر النتائج بتجيب نتيجة اسهل وسهل، ما بتجيبش نتيجة يبقى في حاجة غلط. انما اللي احنا شعارين بيه النهاردة انه تجارة السوق السوداء تم شلها بالكامل، شلت فعلا. نقدر نقول ان جماعات الاخوان اللي بره اللي ماسكين مسيطرين على تحويلات المصريين في الخارج اتشلت برضه. يعني حقيقي نقدر نقول ان دي مؤشرات كويسه بتقول ان في خطه جديده موجوده بتتعمل لتصحيح المسار واداره شغله العمله دي بشكل مظبوط. نقدر نقول هتوصلنا لفين؟ بالنسبه بقى لمديونياتكم، هل في جديد؟ لان احنا اتكلمنا عليها في يناير واتكلمنا عليها في ديسمبر، هل في جديد؟ هل في يعني اتفاق ما؟ لا 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 لا، هو الحقيقه كان احنا ما اتكلمناش، يعني احنا يعني اذا قلنا في اتفاق على لا مفيش، كاننا ما اتكلمناش. يعني احنا لا كاننا لدينا بحاجه ولا كاننا اتكلمنا ولا كاننا كنا موجودين. طب وميزانياتكم يعني يا استاذ نهاد؟ والله لغايه اللحظه دي احنا مش عارفين حتى، يعني مش عايز اقول لك احنا في حد فينا خد قرار، انما هو من مناقشاتنا مع البنوك ما حدش بيناقش غير في ان دي قروض عليكم وهتدفع ونقدر نساعدكم في التسويات، نقدر نديكم سماح وفايده، انما لا كقرار لغايه النهارده اتاخد، لا ما فيش اي قرارات اتاخد. اشكرك استاذ نهاد خطاب. يعني. انما برضه قبل ما اقفل عايز اقول لك انه احنا علينا في المثلث اللي موجود دلوقتي، مثلث ما بين دولة وما بين مستهلك وما بين مصانع وشركات، علينا اتخاذ قرارات اذا كنا تاني عايزين نحل مشكلة الحسابات المكشوفة وغيرها او نوصل للاستقرار اللي انا سامعك بتتكلمي عليه دلوقتي. يعني احنا محتاجين حملة تغيير في سلوك المواطن فعلا، طبعا في انه يفضل فعلا، محتاجين حملة يعني انك انت اي شيء حتى ايه في منتج مصري مع طول من غير ما تفكر بالظبط، تاخد المنتج المصري وانت مغمض، هو ده الصح وانت مغمض. وعلى الدوله احنا منتظرين بقى لنا 4 شهور
زي ما قال السيد رئيس الوزراء ان احنا منتظرين قرارات تقشفيه في الحكومه، الحقيقه ما شفناهاش لغايه دلوقتي خالص. انا بشكرك وانت اعتقد قلت نقطه مهمه جدا، هي المنتج المصري هتكلم فيها دلوقتي، ولكن معايا دكتور علاء عز امين عام اتحاد العام للغرف التجاريه. استاذ نهاد قال حاجه مهمه، ان الناس هتبتدي تسال مع انخفاض الدولار، طيب والاسعار يا استاذ يا دكتور علاء ماذا سيحدث للاسعار؟ هل هتنخفض بقى ولا احنا بنشوف يعني منحنى الصعود فقط؟ مساء الخير يا مدام لميس، مساء الخير للساده المشاهدين. يمكن حضرتك تذكري في مداخله مع حضرتك يوم ما قررنا وقف التعامل مع السوق السوداء، وقف الاستيراد ونزلنا الدولار من 18 جنيه ل 12 جنيه. وقتها نادينا المستهلكين بتاجيل قرار شراء السلع المعمره 3 أشهر بعد استقرار سعر الدولار. إلا هذا معناه أن حضرتك الأسعار ستنخفض. إيه الضمانة؟ ويمكن ده سؤال حضرتك الأساسي. الضمانة بمنتهى البساطة هي المنافسة، هي آليات السوق، استقرار الأسعار. بمجرد ما الدولار هيستقر للسعر العادل له، إحنا متوقعين أن خلال الفترة القصيرة القادمة هيكسر 16-17، وعلى نهاية العام يكون استقرار ما بين 13-14. لا معلش، أنا عايز الاستقرار بتقصد بيه إيه ومدته قد إيه؟ طبقا لكافة الدراسات التي تمت، أسوأ الدراسات بتتوقع خلال شهر 6، أفضل الدراسات بتتوقع في نهاية شهر 3، الرينج ما بين 14-17 جنيه. جميع الدراسات بتتكلم على نهاية هذا العام ان هنبقى بين 13-14. بمجرد فندم يا رب. والله اللي احنا شايفينه النهارده، وهقول لحضرتك اللي احنا شايفينه ايه، يمكن ده اللي المشاهد مش شايفه والمواطن في الشارع مش شايفه. حضرتك المهم حاليا ان المستهلك لابد ان يعلم ان عندي 3 أشهر ما بين تحديد سعر الدولار صعودا او هبوطا وتاثيره على السعر في السوق. فما اقدرش ان انا الدولار ينزل النهارده اقول السعر ينزل النهارده، لان دي بضائع تم استيرادها بالسعر القديم. بينزل امتى؟ يعني قصدي يعني بياخد وقت قد ايه لحد ما يسمع في السلع؟ حوالي 3 أشهر تقريبا. 3 أشهر. الا في السلع سريعه التلف اللي هي بتستورد بالطيارات، ودي مش بنتكلم عليها بالنسبه للمواطن العام. النقطه المهمه حضرتك، ليه الدولار احنا شايفينه بينزل وليه هينزل فعلا؟ اولا انتهى الضغط اللي كان موجود خلال الاسبوعين الاخرين من ديسمبر وشهر يناير، وهو تحويلات الارباح بالنسبه للمستثمرين الاجانب. ده شبه انتهى، وده كان حاطط ضغط كبير جدا على الدولار. انتهاء ذلك بدا مع الهبوط التدريجي للسعر العادل. تاني حاجه، احنا شايفين حاليا جيوش من المستثمرين اللي كانوا عاملين دراسات الجدوى ومنتظرين تعويم الجنيه، كلهم ابتدوا يرجعوا، غير وفود رئيس سلوفينيا، رئيس بيلاروس، جلالة ملك السعودية. ابتدى عدد كبير من الوفود الخارجية تبتدي تيجي لمصر جاية بهدف الاستثمار. في نفس الوقت السياحة بدأت في الارتفاع بصورة واضحة جدا، ونتوقع خلال الأيام القادمة ان سؤالي عن الأسعار يا دكتور علاء، اصل الاستثمار ممكن اناقشك فيه مده طويله، ان احنا بنشوف الوفود وما بنشوفش استثمار، لكن انا تاني الاسعار هتنزل امتى والاكل والشرب بتاع الناس؟ هتبتدي تنزل يا فندم خلال 3 أشهر من نزول سعر الدولار. لو الدولار نزل خلال الايام الماضيه بنسبه، دي هنشوفها في السوق خلال 3 أشهر، وبمجرد نزوله مرة أخرى هيبتدي ينزل مرة أخرى. شكرا دكتور علاء عز، هنسمعه تاني، هنفضل نتابع موضوع الأسعار، لأن احنا بنشوف الأسعار دايما بتعلى، لكن نسمع كمان من الدكتور حسام أبو العينين عضو شعبة الأدوية باتحاد الصناعات. دكتور حسام، الاتفاق ما بين وزارة الصحة وبين شركات الأدوية أنه بالأسعار بتعلى طالما الدولار على الرقم العالي، لكن إذا انخفضت الأسعار تنخفض الأسعار، يعني انخفض سعر صرف الدولار تنخفض الأسعار، ممكن تخفضوا أسعار الأدوية ولا لا؟ مساء الخير يا مدام لميس، ازي حضرتك؟ مساء النور، اهلا بك. الاتفاق اللي كان موجود مع وزاره الصحه كان واضح يا مدام لميس، ان احنا اول ويف بتاعت زياده الاسعار او اللي حصل في زياده الاسعار اللي ترعب بتاريخ 12 يناير كان على اساس ان احنا هنبص على سعر الصرف في ال3 أشهر الاولانيين، وبناء عليه هناخد على شرايح الادويه زي ما حضرتك عارفه، اللي اقل من 50 جنيه ياخد 50% من الفرق.
يعني الدولار لو كان ب 9 جنيه وطلع ل 18 يبقى زاد 100%، فهياخد 50% من الفرق اللي هو 50% فعلا. واللي من 50 ل 100 جنيه 40%، واللي فوق ال 100 جنيه 30%. طيب الاتفاق كان واضح برضو ان احنا هيبقى في نظره تانية على المستحضرات في شهر 8، وشهر 8 هناخد متوسط سعر الصرف في الثلاث اشهر اللي قبليها اللي هي 5 و6 و7، وهيتبص على الاسعار اللي هي اترفعت في شهر يناير. اللي انا عاوز اقوله يعني لحضرتك انه الحاجات اللي هي زادت في يناير في 12 يناير، لو سعر الصرف زي ما الدكتور علاء بيقول نزلت ل 12 او 13 او 14، لابد ان اسعار الادويه اللي زادت هتنزل تاني. ده كان الاتفاق واضح مع وزاره الصحه على هذا. الحاجه دي بتسمع في سعر الدواء، يعني هذا الانخفاض بيسمع خلال قد ايه يا دكتور؟ حضرتك بس معلومه صغيره، الزياده اللي حصلت في 12 يناير واحنا النهارده مش سامعه يا جماعه تقريبا، اتفضل يا دكتور. بقى لنا شهر دلوقتي لا تتعدى الاصناف اللي زادت سعرها في السوق اكشلي اللي طالعه من الشركات لا تتعدى 10%. يعني مش الزياده اللي ظهرت حتى الان، لان انت عارفه حضرتك مشكله العلب والطمس على العلب والعلب القديمه والمواد الخام والناس اللي ما كانتش استوردت مواد خام. فاصبح دلوقتي ان هو لسه حتى الان لم تزيد اكثر من 10% المستحضرات اللي هي قابله للنزول او اللي نزلت فعلا. انما بخلاف هذا بقيه المستحضرات ما نزلتش. اللي انا عاوز اقوله ان احنا في خلال مفروض في شهر 8 هيعاد النظر في المستحضرات اللي زادت، اللي هي زادت في شهر يناير. لو فعلا سعر الدولار نزل ل 14، فبقى هنا الفرق مفروض ان الفرق من 9 ل 14 يعني 5 جنيه حوالي اكتر من 50% بشويه، حوالي 55-60%، مفروض يبقى في نزول الاسعار ان شاء الله. نتمنى ذلك. بشكرك دكتور حسام ابو العنين عضو شعبه الادويه في اتحاد الصناعات. اذا يعني هذا الاتجاه الهبوطي واتجاه مبشر. مرة تانية احنا بنقول ان في بدايات جيدة، ولكن لسه عظم الاقتصاد. الكلام اللي قاله دكتور علاء عايز ان في مستثمرين بيروحوا ويجوا، ما بيروحوا ويجوا صحيح، لكن لسه حتى هذه اللحظة احنا ما شفناش زي ما قال في الفيلم ما شفناش قماش، يعني ما شفناش ديلز اتوقعت، ما شفناش اتفاقات، ما اعلنش عن استثمارات بحجم معين او عن دخول استثمارات اجنبية. السياحة بتتحسن ولكن تحسن ضئيل، يعني يا دوبك ها ابتدينا نشوف ناس، لكن لسه عظم الاقتصاد، الصناعة الوطنية، التصدير لسه ما نعرفوش دلوقتي، الانتاج، كل ده لسه ما تحركش. جزء من المسؤولية فعلا على المواطن انك تشتري اي سلعة لها بديل مصري من فضلك اشتريها. احنا الفترة الجاية هنعرض كمان، عندنا زي ما كنا بنعرض الديزاينرز والمصممين المصريين، احنا عندنا مصممين مثلا في الملابس، مصممين مصريين شفتهم الحقيقة بيقدموا احسن كواليتي. ده بالنسبة للهدوم، بالنسبة للأكل والشرب، السلع الأساسية بالنسبة للمواطنين، في بديل مصري في كثير من السلع. أرجوك دور دايما عن البديل المصري، دور دايما ودوري دايما ست البيت، دوري دايما عن البديل المصري، عن كل حاجة مصري. حاولي تبعدي عن المستورد بقدر المستطاع، ويبقى المستورد بس في الحاجات اللي ما نقدرش نستغنى عنها زي الأدوية مثلا وغيره. هنا انت بتشجع الصناعة الوطنية، هنا بتقلل استهلاك الدولار. العمرة أرجوكم، أنا عارفة أن في شركات كتيرة متضررة، بس أرجوكم ده ضغط على الدولار بشكل ضخم جدا. وأما بقى اللي هيستوردوا حاجات عشان رمضان، يعني احنا ممكن نصوم ونفطر من غير مش محتاجين يميش، مش محتاجين مكسرات على الأقل السنة دي. طيب بعيدا بقى عن الدولار، آدم وياسين مصطفى طفلين عندهم 10 سنين ساكنين في عين شمس، اتخطفوا النهاردة من منطقة عين شمس، لكن الشرطة قدرت ترجعهم خلال 10 ساعات فقط. خلونا نشوف هذا التقرير ونجاح تاني للداخلية في استعادة أطفال. والنهاردة هنتكلم على عمليات الاختطاف، والحقيقة أنه لازم نحيي كل الرجال اللي قدروا ان هم يرجعوا الولاد لحضن اهاليهم في 10 ساعات فقط. Thank you.
كتر الف خيركم، كتر الف خيركم بصراحه. اتعبكم معايا من الساعه 10 الصبح من ساعه ما جيت، ما وقفوش يعني ما وقفوش معايا اخواتي نفسهم اكتر ما وقفوا معايا كده، واشكركم جدا بصراحه. كتر خيرهم قوي 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 قوي، والف الف مليون شكر، الف مليون شكر بصراحه. مجهود 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 عالي عالي عالي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحه ويخليهم لمصر يا رب. انا تلقيت البلاغ النهارده الصبح، وكانت الست يعني هي وزوجها جم ابلغوا انهم رجعوا من الشغل واكتشفوا ان عيالهم مش موجودين في البيت. مجرد ابلاغ اسم عين شمس بوالد ووالدة طفلين توأم بان هم تركوهم الصبح في المنزل وتوجهوا لعملهم في شركة أدوية بمنطقة الأميرية، واتصلوا بهم حوالي الساعة 9:30 10 صباحا، تبين ان شخص اخر بيرد على التليفون الخاص بالاطفال وبيقول له بيطلب منهم فدية مالية قدرها 200,000 جنيه نظير اطلاق سراح الطفلين، واخبرهم ان الطفلين بحوزته وان هم غير متواجدين في الشقة. عملنا تحريات، اسفرت من تحرياتنا، حددنا المتهم في احد الاكمنة، ضبطنا المتهم في منطقة المرج الجديرة، وكان معاه طفل من الطفلين. بعد كده ناقشناه بسرعة كده، قالك الطفل بتاعنا موجود التاني عند أحد المساجد في منطقة القلق. بسرعة توجهنا على منطقة القلق فقولنا فعلا الولد موجود هناك. يعني مشهد الأم وهي داخلة نشوفه تاني يا جماعة، معلش معلش نرجع تاني نشوف المشهد ده، لأن يعني ده مشهد صعب جدا. لا من الاول تاني يا محمود لو سمحت. يعني هذا المشهد ده، الام اللي داخله تحضن عيالها اللي ما كانتش متخيله انها هتشوفهم تاني، عيالها اللي اتخطفوا من جوه البيت. المره دي العيال مش راكبه عجله زي سعيد اللي في بيفرلي هيلز، وانا بتكلم هنا انتوا شايفين خطف ما بين كومباوند من اعلى المستويات وناس عاديه في عين شمس. عيال دخلوا اتخطفوهم من جوه البيت، ابوهم وامهم بيشتروا حاجه، بيشتغلوا في حته، العيال اجازه. يعني المشهد ده يخلينا بجد نقف احتراما وتقديرا لكل ضابط من اصغر واحد لاكبر واحد في مديريه امن القاهره، البحث الجنائي، شرق القاهره، كل الناس اللي اساميها جد دي انا عايزه اشكرهم واحد واحد كأم. يعني مش متخيلة انه لوعت وخطفت قلب الست على ولادها اللي رجعت ما لقيتهمش، واللي كانت مش متخيلة انها هتلاقيهم. المشهد ده، المشهد ده بجد يعني يرفع راس اي حد انه فعلا دول ولاد الشرطة الحقيقيين اللي هم نزلوا بعشر ساعات رجعوا العيال لحضن امهم. يعني حقيقي انا شخصيا بشكركم. انا المفروض كانت الام تكون معانا على التليفون، لكن هي في مكان زحمه، هنحاول ان احنا نوصل لها، والاب كمان هنحاول ان احنا نوصل له. لكن بجد انا بشكر فعلا مديريه امن القاهره، بشكر قسم البحث الجنائي، كل الناس اللي قاموا على سرعه اعاده هؤلاء الاطفال حبايبي. يعني شيء رهيب، مفيش يعني، لا انا مش قادره اتكلم حتى، مش فعلا. انا عايزه ارجع، معلش ممكن نسمع تاني الصوت بتاع الست ونشوف الفيديو ده من الاول يا شباب، نلعبه من الاول كله.
كتر الف خيركم، كتر الف خيركم بصراحه. هتعبكم معايا من الساعه 10 الصبح من ساعه ما جيت، ما وقفوش يعني ما وقفوش معايا اخواتي نفسهم اكتر ما وقفوا معايا كده، واشكركم جدا بصراحه. كتر خيرهم قوي 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 قوي، والف الف مليون شكر، الف مليون شكر بصراحه. مجهود 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 عالي عالي عالي، ربنا يبارك فيهم يا رب ويديهم الصحه ويخليهم لمصر يا رب. عيال بقى مبرشمة، عيال بقى ضربة حاجة، عيال طالبين فدية 200,000 جنيه. 200,000 جنيه ايه من أسرة زي دي؟ يعني ايه يعني ماذا يحدث في المجتمع المصري؟ ده اللي هنتكلم عليه في الفقرة الأخيرة، ماذا يحدث في المجتمع المصري؟ ازاي نقدر نقف قدام ده؟ طب الأم تعمل ايه؟ تعمل ايه وهي سابت عيالها؟ واحنا لازم هنحط ضابط ولا عسكري على كل بيت؟ ما هو كمان في خلل في المجتمع حادث، وده اللي لازم نقف قدامه. مرة أخرى لازم أشكر فعلا مديرية أمن القاهرة، ويعني قد إيه الناس بحث الجنائي شرق القاهرة رجالة بجد. نخرج فاصل، وبعد الفاصل النائب محمد أنور السادات ماذا يقول في دفاعه عن نفسه أمام إسقاط أو يعني قرار لجنة القيم بإسقاط عضويته. اهلا بكم من جديد. اذا لجنة القيم اعلنت النهاردة في بيان رسمي انها توصي باسقاط عضوية النائب محمد انور السادات لتهمتين. التهمة الثالثة العقوبة فيها حرمانه من الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد. التهم الثلاثة ودفاعه عنها نسمعه دلوقتي من سيادة النائب، ودي الحقيقة سابقة، يعني أعتقد اللي كان فيه قبلها قضية النائب عكاشة، لكن في النهاية المجلس هو من يسقط العضوية، بمعنى أنه هذه التوصية تذهب إلى مجلس النواب في جلسة عامة، ولازم تلتين الأعضاء يصوتوا بإسقاط العضوية. هل دي فعلا التهم الحقيقية اللي يعني عقوبتها إسقاط أو التي يواجهها النائب محمد أنور السادات، أم أن لديه خلافات أخرى؟ هو كان على خلافات مع الدكتور علي عبد العال، هو استقال من رئاسة لجنة حقوق الإنسان، من الواضح أن يعني ربما لا يكون من الشخصيات المحببة داخل المجلس. أنت مش محبب داخل المجلس يا سيادة النائب؟ واضح كده. أنا يعني رجعت امبارح من مؤتمر كنت خارج مصر في براغ، وأنا هناك جالي تليفون من أحد النواب يعني بس المقربين يعني لهيئة مكتب المجلس ولجنة القيم، وقال لي خلي بالك وأنا بنصحك ما تجيش كده. ما تجيش ليه؟ هيتقبض عليك؟ لا، قال لي أنا بنصحك ما تجيش لأن هناك نية واتجاه لإسقاط عضويتك، وأكثر من هذا ربما أنه كمان الأمور تتطور. فطبعا قلت له يعني أنت مجنون يعني تقول كلام زي ده إزاي؟ يعني لا تاريخي ولا تاريخ عيلتي ولا كلام من ده، هاجي وأيا كان أنا ما عنديش مشكلة. المهم نيجي في الموضوع اللي حياتك يعني حاليا أثرتيه وبتقوليه. للأسف يعني ما صدر من لجنة القيم دي توصية بتروح لهيئة المكتب، هيئة المكتب بيبحثها ويوديها للجنة التشريعية أيضا في حالات إسقاط العضوية بالذات. لابد أن اللجنة التشريعية أيضا يعني تنظر فيها وتبحثها مرة أخرى عشان تقدر تعمل تقرير نهائي وتوصي بإسقاط العضوية. تهم الثلاثة اللي هم بيتحدثوا فيها أو الدعاءات، أول حاجة تسريب قانون الجمعيات الأهلية اللي قيل يعني ما ورد على في خطاب وزيرة التضامن أن في أثناء لقاءتها يعني مع أحد السفراء تحديدا يعني السفير الهولندي أنه من الحديث معاه هو بيشتكي لها أن القانون اللي بيعد ده قانون صعب، يعني ده جوابها يعني. فقالت له صعب إيه؟ إحنا لسه لم ننتهي منه. فقال لها لا إزاي؟ طب أنت عرفت منين؟ ف على الرواية اللي في الخطاب يعني قال لها ان انا استلمت نسخة باليد من فلان.
طبعا السفير أنكر هذا ببيان رسمي أنه لم يحدث. أنا قابلت كل السفراء، بقابل في مناسبات كثيرة جدا، احتفالات وأعياد قومية وزيارات وفود. الوحيد اللي لم ألتقي في حياتي السفير الهولندي حقيقة، يعني لم ألتقي. ممكن تكون حضرتك بعتله القانون دون أن تلتقي. لم ألتقي ولم أرسل له القانون، وده اللي قلته له. ثم والأهم، بعته لحد تاني؟ طيب لا، لأنه مش محتاج، لأن القانون اصلا منشور قبليها بثلاث اشهر وكان عليه حوار مجتمعي، مش محتاج يعني قانون. لا معلش، قانون بتاع مجلس النواب ما لا. كانش منشور. لا لا لا، قانون، انا ماليش علاقه بقانون مجلس النواب. الوزيره هو اللي كان منشور. أيوه. القانون ما هو ده اللي لم يعتمد. ما ها وهو ده اللي هم بيتكلموا عليه، مش بيتكلموا على قانون مجلس النواب. ما حدش شاف قانون مجلس النواب ده بالظبط. ده دخل، وبالتالي احنا بنتكلم، حتى الحكومه نفسها ما شافتوش. فهم بيتكلموا على الدرافت بتاع قانون الحكومه اللي منشور قبليها وكان فيه مناقشات عليه. اما قانون مجلس النواب اللي صدر منه، اللي لغايه دلوقتي مش عارفين هو فين، يعني الى الان محدش عارف القانون ده راح فين، ده يعني عند الرئيس ولسه لم يقر الرئيس الى الان، ما احناش عارفين. فطبعا لا اساس له من الصحه خالص. الموضوع الثاني انه بعض من انا تقدمت بمشروع قانون في نفس التزامن الوقت ده، وقانون الجمعيات يعني، وان هذا القانون ان هناك بعض من النواب يعني حوالي 63 عضو مضوا عليه. ولو حضرتك موجوده في البهو الفرعوني عندنا، ده عملية إجرائية شكلية عشان تقدري تقدمي قانون، لازم يبقى عليه إمضاءات توقيعات، إمضاءات من 60. فمش محتاج أزور توقيع، أزوره ليه؟ لو ده مش هيوقع، هيوقع غيره. موضوع مش محتاج. إيه يعني مشروع قانون اللي حضرتك كنت مقدمه؟ جمعيات كم في نفس الوقت يعني. فأنا في التحقيق بتاع لجنة القيم قلت لهم يا جماعة، ممكن تستدعوا أولا في الأولى يعني فيما يخص السفير الهولندي، ما تستدعوه عن طريق الخارجية وتسألوه، أهو أدي هو الراجل عامل بيان. قالوا لا، ما احنا ما لناش يعني ولايه وما نقدرش نستدعي. بيقول كده على يعني، خليني العب الدور الثاني. ممكن هو يكون بيقول كده علشان يعني يحمي حضرتك من فكره انك اديته القانون. ولو يعني سفير دوله اجنبيه، مفترض انه يعني حد فهمان يعني، هيقول مصدره، هيقول للوزيره لما تساله بالعقل يعني، يعني اذا افترضنا ان ده راجل سفير وراجل فاهم، ممكن يقول للوزيرة أنا خدته من فلان. ده بافتراضي يعني، مش معقول في جميع الأحوال. قالوا لا ما نقدرش نجيبه. طيب أدي بيان منه صدر وقال إن ما حصلش. ثم قانون الحكومة أصلا ما شافش النور يعني، صح، لم يناقش. الموضوع الثاني خاص بالأعضاء، قلت لهم يا جماعة، أما يبقى 63 أو 64 عضو مضوا، منهم اللي قال مش فاكر، لأن كلهم تم استدعائهم. 63 عضو. طبعا البعض، هل في منهم قال ان هو ان حضرتك زورته يعني هو منهم لم يوقع؟ في منهم يمكن خمسة ستة بيقولوا ان هو انا ما شفتش القانون ده، وانا مش فاكر ان انا وقعته. وفي اللي قال اسحب توقيعي، ما فيش مشكله في اللي يسحب توقيعه، حقه. انما قلت لهم طيب، مساله بسيطه جدا يا جماعه، لان حصل في المجلس اكتر من واقعه، بعض من الناس انكرت توقيعاتها، وكان عندنا في الجلسه العامه علاء عبد المنعم واقعه شهيره، واعضاء كتبوا وخطاب رسمي من المجلس. قلت لهم يعني انتوا بتقولوا ايه؟ طيب يا جماعه، يبقى الصح نروح الطب الشرعي كلنا على طول، ما هو ما لهاش حل يعني. قال لك لا، احنا ضهيناهم كده بالنظر الشرعي عشان نضاهي. ايوه طبعا. فاترد عليا اتقال لي انه احنا ضهيناها كده بالنظر، يعني مفيش حاجه اسمها بالنظر. تهمه زي دي تهمه يعني يجب ان يتحقق ويتم التحقق منها. التهمه الثالثه انه انت تصدر بيانات بالعربي وبالانجليزي. قلت لهم نعم، بقالي 10 12 سنه بصدر بيانات، البيان العربي يعني اللي بعمله، انا بخاطب الدنيا كلها عادي جدا. اولا في جرائد باللغة الإنجليزية في مصر زي الأهرام ويكلي وديلي نيوز وغيره يعني. ثم في كمان مصريين الناخبين، النهاردة الناخبين المصريين اللي عايشين في الخارج دول ناس بيدلوا بأصواتهم، ومن حقهم يعرفوا مواقفنا وبنعمل إيه وبنتكلم في إيه. إيه يا جماعة المشكلة؟ قالك لا، أنت تقدمت بشكوى للبرلمان الدولي. طب فين الشكوى دي؟ وروهاني كده. ما حصلش طبعا. فلقيت بيان موقع عليه منسق الإعلامي بتاعي، بيان في خطاب أنا موجهه للدكتور علي عبد العال، أصبح ده شكوى للبرلمان. ما حصلش طبعا
لم يحدث. هل تم التحقيق معك؟ نعم، في لجنة القيم، لكن مش لجنة بكامل أعضائها. أنا طلبت لجنة القيم التي يرأسها الدكتور بهاء أبو شقة، تمام، وهو الذي يرأس اللجنة التشريعية. نعم، فعملوا لجنة فرعية من لجنة القيم ولجنة اللجنة الفرعية دي ثلاث نواب. أنا طلبت منهم، قلت لهم يا جماعة هذا الموضوع من الخطورة، إنه حاجة من اتنين، لابد اللجنة تبقى بكامل أعضائها عشان تستمع لدفوعي وتستمع لي كل ردود يعني. وبعدين أنا شايف إن الموضوع من الخطورة إلى إنه أنتوا الموضوع ده يحل النيابة العامة. وأنا الصبح على أثر ما حدث هتقدم ببلاغ للنائب العام عشان يحقق ويستمع إلى أقوالي في الثلاث حاجات، لأن أنا بهذا الشكل لا أطمئن. أنا جالي تليفون من يومين، ها، لكن قلت لا، يعني أنا ما خاف من إيه، ما عنديش حاجة خفية. فالمهم يعني اللجنة زي ما قلت لحضرتك لم يعني تسمح بأن تستمع إلى دفوعي ورأيي بكامل أعضائها، اكتفوا باللجنة الفرعية اللي هم ثلاثة، وده ما ينفعش إنهم ينقلوا يعني للأعضاء كلهم. نمرة اتنين، أنا قلت لهم يا جماعة حولوا النيابة أحسن عشان يبقى تحقيق شفاف، ويبقى لو في هناك جريمة وقعت أستاهل أتعاقب. طيب، إنما كده ما ينفعش. حضرتك بتقولي إنه الخطوة الأولى هي لجنة القيم، ثم اللجنة التشريعية، ثم هيئة المكتب، تنزل هيئة المكتب، وهيئة المكتب تنظر وتحلها للتشريعية. إذا توقعاتك إيه؟ إنها هتحل؟ لا، أنا أتوقع أي شيء. بصي شوفي، ليه بتتوقع أي شيء؟ لأنه أنا من بداية دخول المجلس وفوزي برئاسة لجنة حقوق الإنسان، وكان واضح ان في استهداف، ما كانش في ترحيب. ليه في استهداف؟ في، على فكره، في اراء معارضه كتير، يعني في المجموعه بتاعت 25 30 مجموعه نواب 25 30 هي مجموعه تختلف كثيرا مع اراء الحكومه. نعم، ومجموعه صوتها عالي على فكره. أنا معاك، بس يعني انا بتكلم على حالتي انا. انا عشت تجربه، انا على مدى سنه وانا بقاوم احساس ان انا عايز استقيل من المجلس كله، صدقيني. لانه انا مش عارف اشتغل. انا شفت تجربتي في لجنه حقوق الانسان، تقييد وغير مطلوب انك انت تتعاملي على ملفات معينه. لا، اللجنه ما اشتغلناش خالص، والكلام ده قلته في جواب رسمي لرئيس المجلس واعلنته يعني. فانا تجربتي، وبعدين حمله ممنهجه للاساءه وللتشويه، والناس معذوره بتصدق في الايام اللي احنا فيها دي يعني. حمله ممنهجه للإساءة داخل المجلس، فتنة بين الأعضاء عشان خلق جو من عدم ثقة، للأسف ده موجود، وغيري كتير لامس الكلام ده وشايفه. ومؤخرا كان باين لما أنا أثرت ما هو متعلق بموازنة المجلس، قامت الدنيا وهاجت. موازنة المجلس ده حق طبيعي للمواطن، ما بالك بالنائب اللي بيراقب موازنة الحكومة، مش مطلوب منه. يعني هل شايف ان كل دي اسباب استهدافك وخلافاتك ايضا مع الدكتور علي عبد العال؟ انا اصلي يعني لما حضرتك تشوفي رد الفعل يعني في بعض الحاجات اللي انا استفسرت عنها في على مدى شهور ماضية، لما كنت بستفسر في وقت على المعاشات اللي خاصة بالقوات المسلحة، واللي بعضهم بينتقل لخدمة مدنية، تشوفي رد فعل حاجة غريبة جدا يعني. ده شيء طبيعي، ما كانش نائب في المجلس هيتكلم ويسأل، زي ما سألته كده في موضوع الموازنة، وسمعنا كلام ان الموازنة دي امن قومي. ده حق لنا ان احنا نسأل، نبدأ بنفسنا واحنا عمالين نقول للناس يعني. انا بشوف اللي يهز المجلس أداؤه، ممارسته، لما يبقى مجلس، أديك نموذج يعني، لما يبقى مجلس يصوت مرتين على تشكيل لجنة لتقصي حقائق عن الأدوية اللي الناس النهاردة بتعاني، وتصويت مرتين ولا وتحفظ، لما يبقى تصويت يعني، ما هي كلها حاجات على انه يتعمل النهاردة في حكم قضائي. هو ده اللي يهز صورة المجلس، هو ده اللي يهز كيان المجلس ويهز ثقة الناس، لما يبقى عنده حكم قضائي نهائي لأحد المرشحين انه يدخل المجلس وما يتنفس. هو ده اللي يخلي الناس تقول ان المجلس مش ما هوش يعني. مثلا انا بدي مثال، هرجع تاني بقى بس لمواقف حضرتك. قانون الجمعيات انت صاحب مصلحة،
في هذا الامر؟ انت يعني عندك جمعيه، عندك جمعيه بتشتغل رسمي، وخليني اقول لك بيتقال ايه بقى عشان تقدر ترد. واحد، انت صاحب مصلحه، وبالتالي ممكن يكون في يعني انت تدعم مشروع معين يختلف. اثنين، في علامات استفهام او هكذا يقولون ان هناك علامات استفهام حوالين جمعيتك، حوالين سفرياتك الكتيره للخارج، حوالين وجودك في المجتمع الدولي مثلا مع ان جي اوز مختلفه في وقت ثبت فيه اختراق بعض المجتمع المدني عقاب 25 يناير بتمويلات وغيره. ده الكلام اللي بيتقال. ايوه بس كلام ما يعني ملوش اساس. ما احنا اذا هنمشي على كل ما يتردد يبقى كل النواب، هو انا النائب الوحيد اللي في المجلس اللي عنده جمعيات؟ ده في 200 نائب عندهم جمعيات، نائب ونائبه عادي يعني، مفيش مشكله. انما هل انا يعني عشان النهارده كل نائب بيتقدم بقانون، واحنا عندنا نواب وبعضهم في لجان وبيتقدموا بمشروعات قوانين تتعلق بعملهم المباشر في شركاتهم، معنى كده انهم لهم مصلحه؟ مش معقول. وبعدين هو انا لما اتقدم بقانون يعني معناه ان توافق عليه؟ ده بيمشي في مراحل متعدده، مناقشات وتعديلات اذا اخذ به يعني. فده كلام للاسف. اما كوني انا علاقات في الخارج، دي ميزه انا مش شايف. ما هي دي العلاقات اللي في يوم من الايام لما طلب مني ايام المجلس العسكري وهم احياء يعني اسافر الخارج في واشنطن وفي البرلمان الاوروبي وفي مجلس حقوق الانسان بعد 30 يونيو، ها طلعت وكان معايا اخرين. طب خليني اخد بس على الهاتف نائب سياده النائب علاء عابد رئيس كتله المصريين الاحرار ورئيس لجنه حقوق الانسان. سياده النائب مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا استاذه لميس، ازي حضرتك؟ اهلا بيك. يعني كيف ترى قرار لجنه القيم فيما يتعلق بالنائب محمد انور السادات؟ مساء الخير يا معالي النائب انور. اهلا بيك يا مساء الخير. يعني انا الحقيقه بالصدفه يعني بتفرج على البرنامج فشفت حضرتك وانت بتتكلم طبعا على المشكله الخاصه باللي هي بتزوير توقيعات بعض النواب، دي واحده. المشكله الخاصه الثانيه برضو مع التعامل مع الجانب الاجنبي الخاص بلجنه حقوق الانسان، واحنا طبعا كلنا منفتحين على الجانب الاجنبي وبنتعامل معاه. الهدف واحد هو تحسين صوره مصر، يعني تحسين صورة مصر، إعطاء انطباع للجانب الأجنبي أن مصر قادرة على عبور المرحلة. ولكن أنا سيادة النائب ما لمستش دورك بهذا الشكل. معلش أنت أخويا وأنت عارف، أنا عارف أنت راجل دمت الخلق ومحترم، ولكن لا تؤدي هذا الدور إطلاق، بل بالعكس. أنت سيادتك في تقرير وفي بعض المقابلات وفي بعض الاتصالات والسفريات بتقول عندنا اختفاء قسري وعندنا تعذيب وانهج في السجون وعندنا 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 وعندنا، وانا سمعت الكلام ده بنفسي من بعض المصادر اللي موجوده. يعني حضرتك تحققت من هذا الكلام يا سياده النائب؟ انا سمعت سيادتك بنفسي، سمعته من مصادر وجيت قلت في البرلمان في الجلسه العامه الكلام ده بنفسي في الجلسه العامه، بعد مقابلات مع شخصيات هامه في الخارج قلت الكلام ده بنفسي. انا ما بعملش حاجه مستخبيه ولا حاجه متداريه، ادي واحده. الثانيه اسمح لي بس يا محمد بيه اكمل اللي انا عايز اقوله بعد كده حضرتك الحلقه، اتفضل قول اللي انت عايز تقوله. الثانيه بالنسبه لموضوع التزوير، عندنا حاجه من الاثنين، يا اما سيادتك مزور يا اما التسع نواب كذابين ومضطهدين حضرتك زي رئيس المجلس ما هو مضطهد حضرتك. الثالثه الاخيره اللي انا هقولها كده، كل المؤسسات الكبيره المحترمه، مؤسسه القوات المسلحه ليها ميزانيه رقم واحد، مؤسسه الرئاسيه ليها ميزانيه رقم واحد، مؤسسه التشريعيه ليها ميزانيه رقم واحد. مش شفناش حد طلع من المؤسسات دي قال سياده الرئيس بيركب عربيه ثمنها كذا، ولا فلان الفلاني بيركب عربيه ثمنها كذا. على فكره عايز اقول لسيادتك على حاجه، انا كراجل امن سابق، الشخصيات الهامه وخاصه الشخصيات اللي هي بتدي اثر عكسي في الخارج، يعني السيد رئيس مجلس النواب لو تعرض لمحاوله اغتيال بيدي انطباع ويخلي الناس بره ما تجيش مصر. طب سياده النائب خليك معايا، انا هخلي سياده النائب يرد وارجو ان تبقى معي. انا هترك الاول امرين لسياده النائب يرد، لكن الامر بتاع موازنه مجلس النواب معلش انا بختلف مع حضرتك فيها تماما. نحن المواطنون من حقنا، انا مش عايز اعرف ميزانيه الرئاسه او ميزانيه الجيش كام، لكن ميزانيه مجلس النواب بما
فيها من تفاصيل تخصنا لأنهم لأنه مجلس منتخب. أما أن يكون لرئيس مجلس النواب سيارة مصفحة فأظن هذا حق وهذا ضروري، لكن فكرة أن إحنا ما نعرفش الميزانية لا يا فندم، إحنا انتخبنا هذا المجلس ومن حقنا نعرف الفلوس رايحة فين وبتتصرف إزاي. فبس أنا مختلفة مع حضرتك بس في القصة دي، وسيادة النائب محمد أنور السادات يرد بقى على الأمور التانية. اتفضل يا سيادة. أنا يعني أصلي هرد ببساطة، الكلام اللي بيتقال ده كلام يعني للأسف، يعني أن أنا بسمع كلام زي ده لأنه أولا ما كانش معانا في اللجنة يعني السنة، بس هو بيقول سيادة النائب على عابد أنه سمع من جهات أجنبية أو من جهات أخرى أنه حضرتك بي يعني بتكلم على تعذيب ممنهج في مصر، وأنه هل هذا دقيق؟ لا طبعا كلام غير كلام غير صحيح. وإذا كان في تقرير، هو بيقول تقرير، أنا مش فاهم التقرير دي فين، فين التقرير دي، طلعت منين، يعني من اللجنة ولا طالعة مني ولا فين؟ أنا مندهش من هذا الكلام يعني. بس أنا طبعا يعني برضو أرجع وأقول يعني الكلام اللي بيقوله أصله ده نفس الكلام اللي للأسف بيروج على غير التزوير. حقيقة. طب نرد على التزوير. لا التزوير ملوش أساس، لأن أنا قلت تسع نواب. أيوة حتى لو 20، أبسط شيء أنه هؤلاء النواب وأنا يتم استكتاب، يتم عرض على الطب الشرعي، إنما لأنها حدثت أكتر من مرة في المجلس ولم يتخذ إجراء مع أحد على الإطلاق. سيادة النائب تحب ترد؟ سيادة النائب على عائلة. صحيح يا فندم. لا هي ما حصلتش الحقيقة، ودي يعني أنا يعني يديني مثال واحد قانون حد قدمه ورجع نائب قال انا ما عدتش. علاء عبد المنعم، النائب علاء عبد المنعم. ايه اللي حصل مع النائب علاء عبد المنعم؟ انه تقدم مجموعه من النواب بطلب، وموجود معايا صورته يعني، ومعايا صوره الجواب اللي صدرت من الامانه من الامين العام ليه، انهم بيقولوا احنا بنسحب القانون لان النواب قالوا انهم ما وقعوش وما شافوش. طب اعرضوا يا فندم إذا كان عند سيادتك الجواب ده، عرضه على الهواء دلوقتي طالما معاك. لا مش معايا دلوقتي. طيب. بس سلمت دي تفاصيل يعني يمكن ما تهمش يعني ما تهمش الناس قوي. سيادة النائب تحب تقول كلمة أخيرة؟ سيادة النائب على أبنى. أنا عايز أقول حاجة، عايز أقول أستاذة لميس، أنت سيادتك الموضوع ده مهم جدا، والنزاهة والشفافية مهمة جدا، فلازم نمسك الموضوع أساسه إيه. أنا لما أنا نائب في البرلمان وعندي جمعية باخد تمويل من الخارج فلوس كتير، وبعمل قانون جمعيات وهذا القانون يروح للسفارات الأجنبية وده بمستندات، هل الوزيرة غادة والي كمان كدابة لما بعتت جواب رسمي للمجلس إن هي لما قعدت مع السفير الهولندي قال لها أنا أخذت القانون بتاع الجمعيات من عندكم، هل غادة والي كمان الوزيرة كدابة؟ نمرة ثلاثة، أنا عايز محمد بيه أنور السادات يطلع بالشفافية كده يقول خد فلوس قد إيه من الخارج طوال السنوات اللي فاتت وصرفها في ايه؟ طيب. مش عايز اكتر من كده. طب خليك معايا، ده سؤال مهم. المساله مش محتاج ان انا اقول، احنا في وزاره التضامن هي معنيه بالموافقات، والاجهزه الامنيه معنيه بالموافقات، وعندهم البيان ده. انا واي جمعيه بتشتغل بالقانون وبيتم التفتيش عليها ماليا واداريا، الموضوع مش محتاج يعني. وانا عمري ما أنكرت إن إحنا كجمعية حالنا حال كل الجمعيات بتاخد تمويل لأنشطة والمشروعات، وكل ده موجود لدى وزارة التضامن، ما هوش سر يعني، مش حاجة النهاردة يعني ما هوش حاجة يعني. ولكن على مدى عام ونصف من قبل دخول المجلس ومفيش أي موافقات لأي تمويل لأي مشروعات كانت، وأي جمعية مشاركة يعني مفيش موافقات. بشكرك يعني سيادة النائب علاء عابد رئيس كتلة المصريين الأحرار ورئيس لجنة حقوق الإنسان. كلمة يعني أخيرة يعني خليني أقول لك، أنا بشوف أنا بشوف حاجتين مهمين. مجلس النواب ده لازم يبقى فاتح أبوابه للناس، الناس اللي عندها مظالم وعندها مشاكل لازم يبقى مشتبك في كل ما يحدث في المجتمع. شفنا أحداث نقابة الأطباء ما عملناش حاجة، نقابة الصحفيين ما عملناش حاجة، والأهم أنا تقدمت أكتر من مرة لرئيس المجلس على ما هو متعلق بتعارض المصالح، وعلى بعض من الأعضاء الدستور بيقول لازم تفرغ
ما ينفعش يبقى اعضاء يعني يشغلوا وظائف وتقاضوا. مش متفرغ ما هو حضرتك. لا انا متفرغ الجمعيه كمان. لا الجمعيه ده عمل تطوعي انا ما بتقاضاش منه اجر. ده عمل انا بتكلم تفرغ اللي هو في عمل. ايوه ده الدستور واضح. اهم بقى من ده ومن ده، احنا هو احنا حد عايز يهد المجلس؟ بالعكس، ده احنا كلنا حريصين على المجلس زي ما احنا حريصين على الدوله. لكن هيبة المجلس ومكانته بأدائه وبممارسته، يعني استجوابات تتقدم تتناقش. يعني مش ممكن أستاذة لميس، وده الأهم، أنه يبقى عندي النهاردة تقارير طلبناها خاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات على ما هو حاجات فساد ولا آخره لا تعرض. تقارير متعلقة بأصحاب المعاشات مفيش. أهم بقى من ده أن مجلس النواب يدخل طرف في قضية زي تيران وصنافير، يدخل طرف في القضايا اللي مرفوعة في وقت المفروض ان الاتفاقية هتجيلنا. ازاي انا ادخل؟ لا بص، المجلس ما دخلش طرف عشان بس كده. المجلس ما دخلش طرف. طرف لا ازاي؟ لسه الدستور. لا انا قصدي في القضيه اللي مرفوعه في القضاء الاداري والمحكمه الدستوريه. المجلس ملوش علاقه. لا بقول لحضرتك المجلس طاعن مع الحكومه. والحكم أنا لازم صدر. لا ده حقيقي. طاعن مع الحكومه ازاي؟ ايوه ده دي كارثه. دي معلومه مش عندي ولا ما اقدرش ارد عليها. لا ما اقدرش ارد عليها. الحكم لا المجلس. انا بقول لحضرتك اهو. انا كلام مسؤول عنه. بقول لحضرتك ان المجلس يعني متضامن مع الحكومه في الطعن في الاداريه العليا وفي منازعه التنفيذ الدستوريه. يرد عليها بقى كيف واحنا ما نعرفش؟ لم يتم اخذ راي موافقه الاعضاء عشان يقوم بعمل كهذا. انا بشكرك سيادة النائب محمد انور السادات. انا حبيت اعرض وجهات نظر مختلفه من وجهه نظر النائب محمد انور السادات الى لجنه القيم. النهارده اصدرت قرارها باسقاط عضويته. متوقع ان عضويته دي توصيه. التوصيه لسه امامها. انا في النهايه هنحتكم للاعضاء بعد ما يسمعوا. ما هو في النهايه لازم تلتين الاعضاء برفع الايدي وبالنداء بالاسم. هحتكم للاعضاء وضمائرهم، وانا متاكد ان الاعضاء شايفين من بدايه انعقاد جلسات المجلس ان هناك نوع من التربص وهناك نوع من حمله ممنهجه. يعني والامر متروك لهم. يعني انا مش بشكرك شكرا جزيلا. انا بجري عشان الوقت. أنا عارف. ونخرج فاصل، وبعد الفاصل 4+1 اهم 5 قضايا ساخنه شغلت الراي العام المصري الاسبوع اللي فات. اهلا بكم من جديد. ودلوقتي جمعتنا مع اكتر 5 موضوعات اثارت الجدل خلال الاسبوع الماضي في فقره المناظرات الاسبوعيه 4+1. النهارده بينضم لنا الكاتب معتمر امين، عضو جديد في فريق 4+1. نتمنى ان هو يستمر يعني وربنا معانا. هل بناء العاصمة الإدارية بمستثمرين مصريين بعد انسحاب المستثمر الصيني مفيد للاقتصاد المصري؟ هنسأل السؤال ده وهيجاوبنا عليه المهندس عمرو فارس. الدولة تحارب الإرهاب وتبني مشروعات مهمة، هل الإعلام مقصر في الحديث عن هذا البناء وتلك الحرب وإنجازات الدولة؟ الموضوع ده هيطرحه زميلنا إبراهيم الجارحي وهنشوف الجدل حواليه. أما خالد علي فقد أعلن أنه مرشح محتمل للرئاسة في 2018. قال التصريح ده لوكالة رويترز. سؤال حيثير الجدل، هل يمكن أن يكون خالد علي مرشحا للرئاسة في 2018؟ وده هيجاوب عليه الكاتب معتمر أمين عضو جديد في فريقنا. أما أميرة العدلي هتكلمنا عن لجوء عمال المحلة للإضراب، عن العمل للضغط من أجل تحقيق مطالبهم. هل الإضراب وسيلة للحل؟ وإحنا مرينا بإضرابات كتيرة جدا. أما أنا فاخترت أن أنا أكلمكم عن الطلاق الشفوي الذي أثار الكثير من الجدل بين مؤيد لتدخل الدولة في تقنين الطلاق الشفوي وبين معارض لهذا الدور. وطبعا الأزهر كان له بيان مهم جدا. هل نحن في مواجهة بين الدولة وبين المؤسسة مؤسسة الأزهر؟ تعالوا بقى نشوف مين معانا في هذه الحلقة.
في مارس 2015 وأثناء المؤتمر الاقتصادي تم طرح مشروع إنشاء عاصمة إدارية جديدة، وتم اختيار موقعها قريبا من القاهرة وعلى الطريق اللي بين طريق العين السخنة وبين طريق السويس، وعلى مسافة مش بعيدة قوي من القاهرة، على مساحة حوالي 700 كيلومتر، مساحة تقريبا توازي مساحة دولة سنغافورة بالكامل، فيها كمية مشروعات كبيرة قوي. أنا الحقيقة بشوف أنه كل هذا الكم من المشروعات عبء كبير جدا على الاقتصاد المصري، لكن وقت الإعلان تم الإعلان أن ده هيتم تمويله برؤوس أموال جاية من الخارج، وده معناه أنه يكون في أموال واستثمار خارجي مباشر يدخل لمصر، فكان ممكن يكون مفيد. وتم الإعلان أنه تم اتفاق نوايا مع شركة العبار الإماراتية في نفس الشهر في مارس 2015. بعد كده الشركة الإماراتية انسحبت، ثم تم الإعلان عن الاتفاق مع شركة صينية، وبعدين فوجئنا في فبراير 2017 أنه الشركة الصينية كمان انسحبت، وطلعت تصريحات أنه المستثمرين الأجانب كانوا بيرغبوا في تمويل المشروع من البنوك المصرية، وبالتالي ده معناه أنه هذا المشروع لن يؤتي باستثمارات خارجية إلى مصر. وبالتالي أنا بتصور أنه في وسط الظروف الاقتصادية اللي احنا بنعيشها والأزمة الاقتصادية الرهيبة اللي احنا فيها، المفترض أنه مع هذه الظروف ناخد قرار بتأجيل وإبطاء هذا المشروع، لأن اقتصادنا لا يحتمل أي ضغوط أكتر من كده، وده رأيي. متفق طبعا مع حضرتك انه في ظل وجود استثمار اجنبي في مشروع بهذه الضخامه، او في كتله مشروعات بهذه الضخامه، كان يبقى افضل بكتير جدا. ولكن وجه الاختلاف انه انا اتذكر انه في دول كتير بنت نهضتها بتشجيع قطاع المقاولات فيها، اخص بالذكر كوريا الجنوبيه، تركيا، وانه تشجيع الشركات المصريه بالذات في قطاع المقاولات ده ممكن ينشئ رواج اقتصادي كويس. الإبطاء أو التوقف في هذا المشروع في توقيت زي ده ناتجه الاقتصادي مش هيبقى قد الخسائر اللي ممكن تحصل من صورة دولة أقدمت على إنشاء عاصمة إدارية وتراجعت فيها. يعني أنا شايف إنه خلاص إحنا في نص البحر في حاجة زي كده. التشجيع المستثمر المصري وخصوصا في قطاع المقاولات هيفتح مجال كويس، ولو بصينا فعلا على التجربة بتاعت كوريا الجنوبية في هذا المجال، الدولة هناك ما عملتش أي حاجة أكتر من أن هي فتحت الاعتمادات لشركات المقاولات الكورية، وانطلقت هذه الشركات في آسيا وعملت شغل كويس جدا. أعتقد أن هي حتى مناسبة أن تستعيد شركات المقاولات المصرية امتدادها الإقليمي بعد فترة كويسة جدا من التوقف والتراجع. طيب بس هو يعني في هنا فرقين مهمين جدا. أولا موقفنا الاقتصادي وإحنا بندخل في مشروع زي ده مختلف تماما عن الموقف الكوري الاقتصادي وقت ما بدأوا الدخول في مشروع زي ده. الحاجة الثانية أنه المشروع مبالغ في حجمه. أنت بتتكلم على دولة بحجم سنغافورة عايز تنشئها من أول وجديد. الحاجة الثانية أنه الغرض اللي أعلن ان احنا بنعمل العاصمة دي عشان ان احنا نفرغ القاهرة من الزحمة. الحقيقة انه تفريغ القاهرة من الزحمة ما يتمش بكل هذا الانفاق، وما يتمش بكل هذا الضغط على الاقتصاد. انت محتاج تاخد قرارات سياسية ليها علاقة، طب اديني فرصة بس ثواني، محتاج تاخد قرارات ليها علاقة بلا مركزية الدولة عشان تخف ازمة المرور في القاهرة. الغرض المعلن ده غرض يعني ممكن تضمه على فكرة فشل الدولة الإعلاميا في التسويق لمشروعاتها بالكامل. لا هو الفشل، ولكن في 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 هذه الحالة وبالنسبة لموقع هذه المدينة تقدر تعتبر ان هي جزء من تطوير محور قناة السويس. هي متداخلة القاهرة، لا فإنشاء هي اقرب للقاهرة. فإنشاء منطقة اقتصادية بهذا الحجم في هذا المكان اعتقد ان هو هدف. في ميزة لهذه المشروعات لازم نقولها، يعني
انا ممكن اكون مختلفه معاها كتير، لكن في ميزه اساسيه لازم نقولها في هذه المشروعات، ان المشروعات دي بتشغل عماله، وان المشروعات دي كانت مسؤوله عن خفض معدلات البطاله ولو بنسب ضئيله في الفتره اللي فاتت. كنا نتمنى ان هذه ان تاتي هذه المشروعات باستثمار اجنبي بالتاكيد، يعني كان الهدف الاولاني ان ياتي استثمار اماراتي، ثم اتكلمنا على استثمار صيني، ده كان هيبقى احسن، لكن فكره كمان الضغط على ان انا اخد القروض من جوه البنوك المصريه كان موضوع طبعا غير مقبول. هو اظن انه يجب ان احنا ما نعملش المشروع بكامل طاقته، ان احنا نعمل مرحله مثلا اولى ونبتدي نشوف هل المرحله الاولى فعلا هتبيع، هل هنقدر نبيع بالاسعار اللي احنا بنتكلم عليها، لانه الهدف اللي موجود كمان هدف استثماري، ان انا ابني واعمل بنيه اساسيه واعمل انفراستراكشر وكده عشان المستثمر يجي يشتري قطع الارض ويعمل عليها بقى مدن ويعمل عليها اشياء. الخطوره النهارده انه التاريخ من مارس 2015 لحد فبراير 2017 في سنتين، الحكومه مرتين بتدخل معاها شركات والشركات دي بتعتذر، ده امر معاه على طول اي مستثمر يجب ان يحتاط، هيفكر احنا مشكلتنا فين. احنا واضح ان احنا عندنا مشكله كبيره في التخطيط، وعندنا مشكله كبيره في تقدير التكلفه والارباح المتوقعه. انا بشوف المشروع ما اخدش دراسه كافيه، ومحتاجين ان احنا نعيد دراسته قبل ما نكمل. ده احنا في كذا معلومه مش صحيحه. اولا بنقول موازنه الدوله مش صحيح، ولا جنيه من موازنه الدوله داخل. انا ما اتكلمتش على موازنه الدوله، انا اتكلمت على اقتصاد مصر. اقتصاديه على مصر طبعا. لا ده على هيئه اقتصاديه تابعه للوزاره، تابعه للدوله. طب هي تابعه للدوله دي فين؟ بس مش برضه من الدوله، ما بتاخدش من الدوله فلوس. هو اللي بتاخد منين؟ من الشركه. الشركه دي مش اساسيتها من عندها. اللي هو بيتكلم عن ايه؟ راس مال 6 مليار جنيه في المجتمعات العمرانيه الجديده، واخده من الدوله فلوس. مؤسسه شركه براس مال 6 مليار جنيه. رأس قالت المال للدولة ده هاتي فلوس لو تتم ادارته. هو رأس المال ده طلع منين؟ مش طلع من الدولة؟ لا، لو لم تتم ادارته بالشكل الصحيح هيتلاشى. مش صحيح. حاجة تانية، انك لما بنتكلم على التطوير بتاع العاصمة الجديدة، مش بس تفريغ القاهرة، مش بس المحور بتاع القاهرة، ده الهدف اللي اعلن، ده اعلان ضايع، وده الهدف الرئيسي. الدراسات بتاعة الناس اللي شغالة في التنمية والعمران بتتكلم على دواير من البحر الأبيض للبحر الأحمر، هو دي الدواير بتاعة التنمية والعمران في مصر. الموضوع يعني أوسع من إن أضيقه على إنه بطلع الناس من القاهرة والزحمة وكده. دي حاجة تانية حضرتك اتكلمت عليها. هو أنا لما بحط في البنية التحتية دي، هو أنا بشغل مين؟ هو المليون عامل اللي اشتغلوا في المدينة الجديدة دي اشتغلوا في إيه؟ مع مين؟ الحاجة بقى بتاع الاستثمار الأجنبي، هو الجنيه لما بيستثمر طالما هو هياخده الأجنبي من بنك مصري، هو في الآخر شركة مصرية، هو في الآخر جوه هنا. ميزة الأجنبي إنه هيجي بفلوسه، وهي ده نقطة الخلاف. من عندي من فلوسي، وبعدين بتقول لي إيه ده؟ أنا كمان تكلفة المتر مش عايز انزل فيه، المتر المربع مش عايز انزل فيه. يعني الشركة الصينية اللي مشيت دي بتتكلم عشان اختلفت مع الهيئة الهندسية على الثمن. مش هيجي بفلوسه، يبقى انا لازم اراجع موقفي. هل الاقتصاد بتاعي عنده القدرة على تمويل بناء مدينة بحجم سنغافورة 700 كيلو متر مربع؟ يا جماعه انتوا بتتكلموا ازاي؟ امال هو بيبني ازاي؟ اذا احنا دوله عندها مشكله. طب بيبني ازاي اذا كان مشكله؟ هو بيحصل ازاي؟ السؤال ده كويس. هو بيبني ازاي؟ يعني مين هو اللي بيبنيه؟ الدوله النهارده مش هي اللي بتبني. موجوده على الارض وزاره الدوله النهارده الاسكان معاها الهيئه الهندسيه وشركات مصريه بيبنوا في العاصمه الجديده. عملت ايه؟ عملها ازاي طيب؟ عملت جزء من البنيه الاساسيه عشان تشجع مستثمرين انهم يدخلوا. هي ده، هو ده المحك دول النهارده اظن مع الوضع الحالي بيتراجعوا. عمرو، هو ده المحك. انا هكمل لوحدي ولا في استثمار من المفترض ان هو يدخل يشيل الموضوع ده؟ وبعدين العاصمه دي لما تم الاعلان عنها في المؤتمر الاقتصادي، تم تصديرها للناس ازاي؟ تم تصديرها على انها تكون مدخل للاستثمار، مش على اساس ان الدوله اللي طول الوقت احنا بنتكلم على انها اقتصادها او احنا فقراء قوي الاقتصاد فيها. يعني انا مش قادره اوصف الجمله. يعني احنا بنتكلم على ان احنا عندنا ازمه اقتصاديه طاحنه، وان احنا عندنا موارد
عندنا مشكله في الموارد، وعندنا مشكله في الدولار، وعندنا مشكله في ان احنا ما عندناش سياحه، وعندنا مشكله في حاجات كتير جدا ممكن نقعد نعتمد على الصومال. فيعني لا، بعيدا عن كده، اذا كان احنا عندنا كم المشاكل دي، فمنين انا هاخد 6 مليار ابدا اشتغل بيهم وابني العاصمه الاداريه؟ السؤال ناخد 6 مليار منين؟ من بالظبط هاخد هجيب لا ما هو 6 مليار حتى لو من الهيئه احنا بنلف ونقول في دايره واحده 6 مليار جنيه. المحك الان بعد المرحله الاولى اللي هي ابتدت دلوقتي هو مدى اقبال المستثمرين، واظن ان الدوله عليها ان تقف مع نفسها وقفه مهمه وتشوف وتراجع المساله بمنتهى البساطه. هو ما ابتداش بس بجزء من البنيه الاساسيه، هو ابتدى بالحي السكني اللي 100% اول ما هيطرحه هيتباع فورا وهيلم الكاش بتاعه. هو عارف كويس جدا ان هو بيعمل ايه في الجزء ده. هنا في تحضيرات ماليه، احنا بنينا وحدات عقاري ولا بنينا وحدات سكنيه في السنتين اللي فاتوا في منطقه وادي النطرون وما لم يتقدم لها احد. الوحدات موجوده زي ما هي. لا هو احنا بنتكلم على نقطه قصه ثانيه، منطقه 300,000 شقه سنوي. فالنهارده كون ان في دوله وحكومه بتتكلم وتقول يلا هعمل، لازم لازم يبقى في حافز. استنوا انا عندي مشكله ثانيه، هكلمكم في مشكله ثانيه وهنتخانق فيها برضه ما تقلقوش. الرئيس عبد الفتاح السيسي في الندوه التثقيفيه للقوات المسلحه قال نحن نحارب الارهاب منذ 3 سنوات ونبني ولا يشعر بنا احد، نحارب ونبني في ان واحد ولا يشعر بنا احد. وبدا من كلامه ان يعني يمكن قال نصا انه هناك مشكله في الاعلام. الحقيقه انه ده واقع جدا، ولكن هو واقع لازم يتقسم لاكثر من جزء. كلام السيد الرئيس يجاب عليه بمسؤوليه للسيد الرئيس بانه اعلام الدوله يجب ان يفعل، لا تتوقع من الاعلام الخاص ان يؤدي ما لا يؤدي لربحه. هذه مؤسسات تعمل بهدف الربح، وهدف الربح لا يمكن أبدا أن يتماشى مع إعلام التنمية اللي بيطالب بيه رئيس الدولة في هذا التوقيت. فعل إعلام بينفق عليه مليارات وبيخسر مليارات، والناس اللي فيه كمان مش مبسوطين، يعني كمان مش معجبين بموقفهم الحالي، ولا يتقبلوا النقد ولا يتقبلوا اللوم. وعندك أزمة اسمها الإعلام المملوك للدولة، وهو كثير جدا جدا، وهو المفروض اللي يبقى بيقوم بهذا الدور، بيقوم بتغطية أعمال الدولة وبيقوم بإعلام الحرب. الجزء الثاني برضو يتعلق بإعلام الحرب، أنه الحرب والبناء منتج زي اي منتج، زي كيس الشيبسي، يعني لازم برضو يحتاج الى نوع من التسويق. فاذا لم يكن هناك تسويق كافي فيجب ان تتجه مباشره الى الجهات المسؤوله عن هذا التسويق. اولهم هيبقى اعلام الدوله، ثانيهم هيبقى الاعلام الحربي. هل دول مغطوش الحرب اللي هم بيقوموا بيها كويس؟ ده يبقى الى من يوجه اللوم في هذا الجزء؟ هذا الجزء يتحمل الاعلام الحربي جزء منه، لانه احنا بنتفرج على العمليات اللي بتقوم بيها الجماعات المسلحه هناك فول اتش دي، وبنتفرج عليها احيانا لايف على القنوات. ولما بنتفرج على حاجه جايه من عندنا، انتصار احنا حققناه كقواتنا المسلحه، انا بتفرج عليه بصوره رديئه، او بتفرج عليه بنسخه ستيناتي من الشحن المعنوي، اعتقد انها لم تعد تليق اطلاقا بآله اعلاميه بمرونه الجماعات الاسلاميه اللي بتعمله في المكان هناك. الحاجة الثالثة أنه الإعلام الخاص أيضا له دور في فكرة إعلام التنمية، سواء في البناء أو في الحرب. ولكن هل أنت متأكد 100% أنه هذا الإعلام له مدخل سهل على هذه المشروعات، وده جزء من تسويق هذه المشروعات بما فيها مشروع الحرب أو لا؟ ده رأيي. لتدمير الدول وزيادة بتحارب الحرب دي ومحدش حاسس بيها، لان احنا بنحارب وبنبني، بنواجه وبنعمر، لان احنا ما نقدرش نقول اجل الاهمار ده دلوقتي ونفضل نحارب كده على طول، ما ينفعش. فاحنا بنحارب حربين، حرب عشان نبني بلدنا وحرب عشان نحمي بلدنا. نبني ونحمي. يعني طبعا لازم هدافع عن الاعلام، لكن هدافع كمان عن الاعلام الحربي، لانه احيانا بيكون من الصعب جدا انه
ان هم يصوروا الحاجات اللي بيعملوها. هذه بتبقى عمليات مباخته فيها تفاصيل كتيره جدا. طبعا انا اتمنى ان يكون عندنا معلومات، احنا بنحاول ان احنا نكون معاهم، لكن هم من قلقهم علينا بيقلقوا جدا من ان احنا نكون موجودين معاهم، سواء كمذيعين ولا كصحفيين موجودين معاهم امبادد زي ما بيتقال اللغه اللي بتستخدم في الصحافه. لكن اظن انه انا متفقه معاك، هذا هو عمل اعلام الدوله، وانا لما كنت بشتغل في اعلام الدوله ده كان جزء مهم جدا من الشغل، والاكسس الاساسي للي بيشتغلوا في اعلام الدوله هو مشروعات الدوله. لكن اعلام الخاص صحيح هو هدف للربح، لكن لان احنا ما بنجيلناش فلوس من بره، احنا في النهايه احنا اعلام من تمويل خاص، وبالتالي لازم يجيله فلوس من الاعلانات. مش دايما المشاريع دي مشاريع بتجيب اعلانات، لكن احنا بنقوم بدورنا على قدر المستطاع، على قد ما بيسمح لنا بنعمل المشروعات. الفكره انه ما ينفعش يطلب من الاعلام الخاص اكتر من اللي هو بيؤديه طبقا لوجهه نظره، يعني اللي انت شايفه صح هو الصح اللي بيحصل. ما ينفعش تضغط على الناس كلها حتى الموجودين في الاعلام الخاص وتقول لهم يا جماعه حبوا بلدكم اكتر، او اجتهدوا على حساب مصالحكم اكتر، او اعمل، لا ما ينفعش كده، خصوصا انه انا كمواطن مصري ادفع من الضرائب مبلغ قد كذا، هذا المبلغ يوجه لاعلام اسمه اعلام الدوله، واعلام الدوله لا ينفعني انا كمواطن في هذه الحاله، لا بيغطي لي حرب بخسر فيها اخوه وابناء، ولا بيغطي لي عمل بيعمل فيه اخوه وابناء ناس مطحونه في الصحراء محدش مغطيهم. والناس لما بنتفرج على اعلام الدوله احنا بنحس انه ده يعني حنفيه مفتوحه بتهدر المال العام. دي الاجابه، بس المضمون الاساسي اللي هو إن احنا عايزين نشوف ايه. دي نقطة برضو مهمة جدا. إذا كنا بنتكلم على إعلام التعبوي بتاع الستينات اللي أنت كنت بتتكلم عليه، الحقيقة أنه خلاص بطل، يعني ما بقاش حتى مقنع بالنسبة للناس. وصناعة الأولويات بتاعة المجتمع أو المواطن، مين اللي هيصنعها؟ كل محطة بتصنع أولوياتها، يعني لكن اللي بيصنع ده المفروض أنها أجهزة الإعلام الرسمية. أجهزة هي الإعلام دي الرسمية. إحنا مش جهاز رسمي. هو الإعلام الرسمي مش عارف يصنع الأجندة، والاعلام الخاص اعلى منه بكتير. انا متخيل انه الكلام اللي الرئيس سيسي بيتكلم عليه انه الاعلام الخاص لا يصنع الاولويات اللي هو متخيل او الدوله متخيله انها المفروض تكون النهارده اولويه، وبالتالي احنا قصاد اشكاليه ثانيه برضو من الناحيه الاعلاميه، ان فكره الحرب على الارهاب فكره ملتبسه جدا. انا فكره الارهاب دي ده تكتيك قتالي، لكن انا بحارب ايه وبحارب مين؟ احنا نعلم بنحارب ايه وبنحارب مين، لكن اعلاء كلمة الارهاب طول الوقت ودخولنا في حرب على مضمون الارهاب نفسه، والامريكان بيقولوا احنا صرفنا 6 تريليون دولار على حرب الارهاب، اللي هو ايه في الاخر؟ انا ايه الهدف وايه معيار النجاح؟ بس الهدف واضح، ما هو ايه؟ ما هو انا عايز اقول حاجه، ونشوف دول العالم كلها بتتعامل ازاي مع هذه الامور. اولا دول العالم كلها بتتعرض للارهاب، حتى الدول اللي ما في عندهاش مشاكل متعلقه بالاستقرار السياسي او في بس هم وضعهم غير وضعنا يا عمرو، يعني احنا في وضع مختلف. طب ما احنا في مصر عاصرنا فتره عاصرنا فتره تعامل امني مع الارهاب طول فتره الثمانينات والتسعينات، وكانت حروب ضاريه في الصعيد، ما حصلش اي مشكله. انا الحقيقه شايف لان ما كانش فيه اعلام كده، لا كان فيه سوشيال ميديا ولا كان فيه اعلام خاص ولا كان فيه اي حاجه. العالم اتغير مع المجتمع، وبالتالي الطلب المطلوب من الاعلام النهارده مش مطلوب في وقته. يا جماعه احنا في عصر جديد، على الدوله حتى تروج لحربها على الارهاب ان تزود الاعلام بالمعلومات. انا عايز الاعلام لا يزود بمعلومات كافيه. انا عايز اضيف لك كمان، احنا بنتكلم بس على الاعلام المرئي على التلفزيون. انا بشتغل في الصحافه، في صحافه وفي صحافه الدوله في صحافه الدوله اللي هي متهمه بالتقصير. الحقيقه ان انت يعني ما بتاخدش المساحه انك تكتب كمان عن اشياء معينه، يعني انت لازم تستنى البيان اللي هينزل من القوات المسلحه او الصور اللي هتتبعت لك الخاصه بالعمليات عشان تنشرها، لانك لو نشرت شيء تاني مختلف
او نشرت حاجه عكس البيان او صور اخرى في عندك لو هنفتكر انه طلع قبل كده ان هو ده نشر اخبار كاذبه تحط تحت طائله القانون، فانت ملتزم دايما بالبيان الرسمي اللي بيطلع لك من المؤسسه اللي بتحارب الارهاب، فانت مش واخد المساحه كصحفي بقى حر انك تقدر تشتغل لان انت عندك ضوابط بتشتغل بيها في المهنه يعني. ففكره انه احنا ما بنقومش بدورنا، لا احنا ممكن يعني انت في عندك ضوابط بتشتغل عليها وفي عندك حاجات بتلتزم بيها لان عكسها بتتحط تحت طائله القانون. مش عارف انا حاسس بشكل رسمي. حاسس احنا يعني ما فيش اختلاف، بس النقطه انه اولويات المجتمع مش ماشيه مع اولويات الحرب على الارهاب. المعنى ايه؟ احنا عندنا ناس بتموت وبعديها بنص ساعه احنا في عالم تاني خالص، وممكن نبقى في نفس ال بس ده محتاج معلومات، انا اعرف منين؟ يعني انا اعرف منين؟ انا اعرف منين ان في معركه؟ انا اللي بعرفه هي مش بس عندي عدد. لا 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 ثانيه واحده ثانيه واحده، عشان الجزء الدنيا راحت في اتجاه انه في نقص في المعلومات فقط. في معلومات متوافر لا يتم التعامل، ما فيش بروسيسنج للمعلومات بيحصل. يعني في معلومات كتير قوي بتحصل وبتترمي قدام الناس انه حصل كذا كذا كذا، يعني النهارده شهداء وكذا، لانه مفيش صوره بدون تسويق. ده جزء من المشكله، انه مفيش رغبه في نشر هذه المعلومه عند لا الرغبه موجوده، الرغبه موجوده، بس تاني انا عندي انا الخبر بالنسبه لي مش ان هو قتل كذا وان استشهد عندنا كذا واحنا قتلنا كذا، ما هو ده بدون صوره بيبقى عندي فيه مشكله، بدون تفاصيل بيبقى عندي فيه مشكله. ايه كمان في اطار رؤيه كليه، وكان في ايه امبارح؟ الفكره اللي قالها جرحي الكليه ايه؟ احنا ما عندناش. أيوة. احنا كمجتمع يعني بالكامل اللقطات ما عندناش هذه المعلومات، اللي هو رئيس المخابرات الحربيه اللي هم اذيعت الفقره بتاعته في الندوه 24 من كام يوم، ندوه التثقيفيه 24 بتاع القوات المسلحه. الحقيقه انا فوجئت بخريطه وبتعلم على دول وان هي دي الدول اللي بتشجع على الارهاب ولومت بتنور وعمليات وتمويل وحجم. ايوه ده مش عندنا، احنا ما عندناش ده، انت محدش بيديك، احنا ما عندناش المعلومات دي. سؤال من ساعه ما توفرت هذه المعلومات وقالها مدير المخابرات الحربيه، عملنا ايه كاعلام؟ يعني كيف تعاملنا يعني مع كم اشتغلوا عليها؟ اشتغلوا عليها، المفروض يشتغلوا عليها، بس هي ده اللي موجود. لا الجمله دي محتاجه تتفك شويه. اللي بيشتغل المفروض يشتغلوا عليها، بيشتغلوا عليه اللي هو فين؟ خليني بقى اقول لك حاجه، هو بيشتغل عليها ازاي؟ لا يعني على الحرب انت بس ولا على الحرب وعلى البناء؟ الحلقه بتاعت المظلات وبتاعت الكلام كان على الحرب وعلى البناء. طيب احنا كمجتمع الحقيقه احنا ما عندناش معلومات كافيه عن حتى موضوع لا البناء. لا لا البناء، لا لا البناء، البناء لا عندنا شويه لا معلومات، ما عندناش، عندنا روحنا الجلاله شفنا، بنروح العاصمه الاداريه بنشوف، بنروح موضوع انفاق قناه السويس. لا في بنعمله ليه بالتفصيل خطواتنا في السنوات اللي جايه ايه؟ احنا ما نعرفش على فكره. الكلام ده محتاج توضيح. انا مختلفه معاك، انا مختلفه معاك، عندنا برنامج معلومات. لما برنامج راح غطى الانفاق اللي بتتحفر تحت قناه السويس، لا روحنا طبعا يعني، وروحنا كذا حاجه، وانا روحت الجلاله وما زالت الماده الاكثر مشاهده كمان. ده الغريب ان هي كانت ماده بس مشاهدة. انت عندك هم ثلاث اربع مواقع عشان بس ما نتح... يعني روحنا الاسمرات وروحنا لا لا عشان بس الحتت اللي فيها صوره، ما انا بكلمك بقى كناس عندها صوره في عندك في الانفاق، عندك في الجلاله، عندك في العاصمه الاداريه، وما تقدرش كل اسبوع تعمل حاجه زي كده. ايوه بس انا مش محتاج على الصوره فقط، بمعنى انا عايز اشوف المشروع ده في رؤيه كليه بحيث ان انا بعرف اتجاه الدوله. طب ده دور الحكومه بقى، احنا ما عندناش المعرفه دي. ده جزء برضه من قدره الدوله على تسويق على التراوصيل والسلامات. مش مشكله الدوله، مش قدرتها على تسويق. جزء من المشكله ان الدوله مش عارفه تسوق، وان الاعلام كل ادوات الدوله دي محتاجه تسوق بشكل افضل. يعني حتى الاعلام الحربي محتاج يعني يحدث ادواته بشكل. بس انا الحقيقه ان هم يعني لما بيكون في معلومه بيدوها لنا، لكن هم انا مدركه هم ليه مش عايزين ياخدونا معاهم، مدركه ليه هم بيبقوا قلقانين. مش ده الهدف الوحيد يا فندم. حضرتك كان في والده شهيد بتتكلم وقطعت نياط القلوب، اتعامل معاها كام انترفيو؟
او اتعامل كام انترفيو مع كام ام شهيد عشان يحصل الحشد ده على فكرة. عشان يحصل الحشد الاستاذ بيتكلم ده مش موضوع سهل. هم جايبينه جايبينها فين؟ جايبينها في الندوه التثقيفيه بتاعه الاخوات المسلحه. ده مش موضوع سهل انك تجيبها في الاستوديو. يعني كل حاجه بتاخد اجراءات كثيره جدا. ما بحبش اراهن على الحاجات دي. لا والله مش موضوع يعني في وقتها بيحصل. ايه تاني في الاستوديو؟ مؤتمر. طيب خلينا ننقل على الموضوع الثالث اللي هو بخصوص الانتخابات الرئاسيه القادمه. وفي عندنا الاستاذ خالد علي ادى تصريح للاسوشيتد بريس ان هو مرشح محتمل. وطبعا ده فتح معاه على طول سؤال اذا كنا بنتكلم على ترشحه بيعيد يعني حاله بيعيد ضخ الدماء للقوى الديمقراطيه وغيره. الحقيقه هنا في الموضوع ده يعني عايزين نفكه كده لجزئيتين. الجزئيه الاولانيه هي هل الموضوع اجراءات؟ بمعنى انه هنقول انه لقد طبقت العداله عبر اتاحه الاجراءات لكل الناس على قدم المساواه وتفضلوا يا جماعه وادخلوا، ولا ندخل بقى على الشق الثاني الاصعب انه لا ده احنا لازم تطلع النتيجه بطريقه معينه فنقول ان احنا وصلنا للديمقراطيه. لان في ناس اذا كانت الاجراءات الديمقراطيه موجوده لكن النتيجه غير على هوايه يبقى انا مش واصل للديمقراطيه، وناس ثانيه انه لا انا طالما الاجراءات تمام ان شاء الله مين اللي يجي. وعلى فكره الموضوع ده مش خاص بمصر، يعني حتى في امريكا شفنا في الانتخابات الرئاسيه السابقه حاجه شبه كده اللي لسه خلصان. انا ظني مع كل الاحترام للاستاذ خالد علي انه يعني انا مش شايف انه هتبقى منافسه جديه لو اتكلمنا، يعني شايفه ينزل ولا ما ينزلش؟ لا يتفضل هو وكل اللي عايز نفسه يعني اهلا وسهلا. ولا اظن الرئيس السيسي هيبقى يعني يعني يتفضلوا كل يتفضلوا. النقطه انه اذا ما كانش في شخصيه ثقيله ولها وزن عند المجتمع خلينا نتكلم بوضوح يعني يقدر ينزل وينافس فاحنا بنتكلم على انتخابات شكلية. لا هتبقى انتخابات حقيقية وفيها إجراءاتها سليمة وكل حاجة والنتيجة هتطلع سليمة، بس أنا عايز أقول مش هتديني. طب احنا هنجيب منين؟ ما هو ده كمان ده سؤال مهم جدا. فريق شفيق موجود. طيب هو لا ده لو عايز ينزل. فريق شفيق موجود وبعدين في تيار إسلامي وفي تيار يساري وفي تيار قومي وفي التيارات دي لابد ان هي تعبر عن نفسها. بس هقول لك في رايي في الاخر هو الاستاذ خالد علي تيار يساري ما يغركش ان هو في الحديث الاخير ركن قلب يميني لا ركن التوجه اليساري على جنب شويه يمكن بقى براجماتي حبه مش عارف. النقطه انه يعني في وجهه نظري يعني انت رايك ان شفيق ينزل؟ يا ريت عشان يبقى في منافسه حقيقيه. طبعا ومش هو بس وكل اللي نزل قبل كده يتفضل تاني. يعني ايه المشكله؟ ده مرسي في السجن. لا يعني مش لازم ده مش لازم ده اتكلم. طب ابو الفتوح اهلا وسهلا اتفضل. الاستاذ عمرو موسى اتفضل. الاستاذ حمدين اتفضل. يعني ما اهلا وسهلا. طب ما نتكلم على مرشحين جداد يكونوا ما نزلوش قبل كده ويكونوا بيعبروا فعلا عن التيار الديمقراطي في مصر وعن القوى المدنيه اللي موجوده في مصر ويكونوا مرشحين شباب ولهم مواقف. وعلى سبيل المثال الاستاذ خالد علي اللي حضرتك اتكلمت عليه اللي في الشهور الاخيره هز مصر كلها بقضيه تيران وصنافير وانتصاره فيها وتحقيقه. هي قضيه تيران وصنافير اللي هز مصر مش هو اللي هز مصر. هو هز مصر في ايه؟ هو اللي اثار القضيه. هي القضيه وهو هي القضيه اللي هي اللي هز مصر وهو اللي تولى. هو قام بدوره كمحامي ولكن القضيه المحكمه هي اللي هزت مصر. قام بدوره كمحامي وقدر يوصل المحكمه انها تحكم احكام في صالح توجهه. ما نزل ما هو نزل قبل كده الانتخابات جاب كم صوت؟ الحقيقه انه في هذه الانتخابات حقق افضل من اعلان اي واحد. اعتقد في الانتخابات القادمه لن يحقق هذا الرقم. هجيب ال 134 بس. اعلان اي واحد عن ترشحه لانتخابات الرئاسه يجب ان نقابله جميعا بترغيب وباحترام. لأن مؤتمر قال لي اهلا بيك اهلا وسهلا اهلا وسهلا. لكن بس بتكلم بقى على المنافسه الجديده هي يا جماعه قصاد رجل بحجم الرئيس. هذا بقى يحدث متى يحدث هذا؟ يحدث هذا عندما تتاح الفرصه في المجال السياسي المصري ان يفتح هذا المجال للقوى السياسيه. ما هو مقفول ما هو مفتوح اهو. لا هو مقفول. هو الراجل اهو اعلن انه لا لا هو مقفول هو مقفول تماما. مين اللي قفل؟ حتى نظره السخريه اللي حضرتك بتتكلم هو دلوقتي. انا هترجم لك الكلام على فكره. انا هترجم لك الكلام
على رئيس السيسي على رئيس السيسي أن يربي وينشئ منافس مناسب. يعني رئيس السيسي عليهم لا لا يجيب لا المطلوب بقى المطلوب من الفريق الشفيق طلع الفريق الشفيق وده اسمه مهم على فكره انت مسؤول انت مسؤول تعمل لك اميره مظلومه النهارده انا حاسه ان انا مضطهد اميره النهارده انا مختلف لا يعني انا شايفه ان احنا واخدين الموضوع احنا نتكلم على القوى المدنيه وحكمنا تماما انه السيد خالد علي مع احترامي ليه ومع تقديري لشخصه ان هو هيكون مرشح القوى المدنيه الوحيد وانه ليه ما ينزلش واحد من طيار كذا وطيار كذا هو طبيعي علشان تقدر يبقى عندك مرشحين محتملين بالقوه اللي حضرتك بتقولها والشخصيه والكاريزما ان انت يبقى عندك احزاب قويه وقادره انها توصل للشارع وقادره انها تتواصل مع الجمهور وعندها المساحه الكافيه انها تشتغل في الشارع بمنتهى الحريه وبمنتهى الامان، ما بتتهاجمش مثلا مقراتهم، ما بتتحاصرش وهم بيعملوا ندوه عن تيران وصنافير، ما بيتمش التعامل ما بيتمش التعامل مع شباب الاحزاب بشكل مختلف او بالشباب السياسي، كلمه الشباب السياسي اللي اصبحت كلمه يعني كده تحس انها كلمه عيب يعني ما تفهمش ليه. فعشان يبقى عندي مرشح بالقوه اللي حضرتك شايفها زي الفريق احمد شفيق انا محتاجه ان انا يبقى عندي احزاب قويه تقدم لي مرشحين زي ما الرئيس القادم سواء كان الرئيس السيسي او غيره لو نجح بمعركه قويه هيكون في مصلحته اكثر كثيرا من لو نجح بلا معركه. لكن انا خليني اعيدكم للناخب بقى، خليني اعيدكم للناخب للمصريين، يعني احنا قاعدين بننظر على ترابيزه من خمس اضلاع، لكن اسمحوا لي يعني المصريين بفي استطلاعات الرأي وفي كل حد لما بتسألهم بيقولوا ايه؟ ربنا معاه، الظروف صعبة، احنا واقفين معاه. هؤلاء هم المصريين هيعيدوا انتخاب الرئيس السيسي لان هم مؤمنين بيه، لان هم بيحبوه، لان هم شايفين ان الراجل بيتعب وانه مخلص وانه وان هو يعني بيجتهد قدر استطاعته قوته في انه يكون في منافس اخر فتره ثانيه. هل المجتمع اقوى لو دخل معركه انتخابات قويه؟ هل المجتمع ده بيفرز حد منافس مين؟ هيفرز لو فتح المجالس. لا لا لازم نسمح للمجتمع انه يفرز. المجال السياسي دلوقتي بجد بيعاني صعب. انا شايفه ان في مؤتمرات جدا. في مؤتمرات بتطلب الاحزاب اللي بتعملها بترفض. احنا شفنا انتخابات مجلس الشعب في قضايا كتير جدا. احنا عندنا 17 حزب في البرلمان يا جماعه، منهم ثلاث احزاب عندهم 100 وشويه. انا بتكلم على اعضاء البرلمان يا عمرو، انت شايف اعضاء البرلمان قول لي على خمسه. على فكره هو مش البرلمان عايز ارشح انتخابات البرلمان كان وسيله من وسائل غلق المجال السياسي. انا مقتنع بكلامك لسبب ان الاحزاب اللي مش قادره انها تشكل حكومه او تحط وزيرين ثلاثه في حكومه فهي غير قادره على انها تقدم مرشح لرئاسه. خلينا نروح قضيه ثانيه الحقيقه الدوله الرئيس السيسي تبناها والازهر لم يكن له موقفا مؤيدا لموقف الرئيس، مش عايز اقول معارض ولكن لم يكن له مؤيد موقف، ما كانش مؤيد لموقف الرئيس، وهو موضوع الطلاق الشفوي. والرئيس في احد ندواته الثقافيه قال انه اتكلم على يعني ملاحظته من ارتفاع معدلات الطلاق خاصه في السنوات الاولى من الزواج، وقال يا جماعه ده رقم كبير جدا، واتكلم موجها كلامه للامام الاكبر وقال يعني انه يتمنى ان يكون هناك تشريع يقنن هذا الموضوع ويجعل التوثيق هو الوسيله المثلى للطلاق ومش ان اي حد يرمي يمين الطلاق ونخلص. والحقيقه ان دي مش سابقه في مصر، تونس عاملاها من 40 سنه، المغرب موجوده عندها دلوقتي، احنا ما بنتكلمش عن سوابق، احنا يعني دي مش احنا مش الدوله الاولى، في دول كتيره سبقتنا في هذا الامر. اظهر بعد كده اصدر بيان قال فيه لا انه الطلاق الشفهي ويمين الطلاق هو طلاق صحيح، لكن في اخر فقره وده اللي احنا ما خدناش كلنا بالنا منه، في اخر فقره من هذا البيان ترك الامر للمشرع وقال ان المشرع يمكنه ان يتخذ امورا اخرى قد بتضبط المعايير. يعني هو رمى الكوره في ايد المشرع وعند المشرع. مين بقى المشرع؟ المشرع هو مجلس النواب. واظن ان احنا ما كانش لازم نروح للمؤسسه الدينيه مع احترامنا ليها وهي المرجعيه لنا في كل شيء، لكن مجلس النواب هو المؤسسه الاساسيه التي يجب ان تشرع وتضبط الامور. انا هنا ما بقولش على التحريم والتحليل، انا هنا بتكلم على ضبط الايقاع، وضبط الايقاع يمكن ان يكون في يد المشرع. عملته دول كتيره جدا
لان احنا مثلا ما بنقطعش يد السارق. اذا كان هذا هو التشريع احنا ما بنقطعش يد السارق، احنا ما بنعاقبش بالجلد وبالرجم مثلا في جنايات معينه وفي اخطاء معينه، عندنا قوانين وضعيه لذلك. القوانين دي مين اللي بيعملها؟ المشرع، والمشرع هنا ليس الازهر، المشرع هنا هو مجلس النواب. الكوره في ملعب مجلس النواب، هل سيقوم مجلس النواب بدوره؟ نسمع ما قاله الرئيس السيسي. نسب الطلاق اللي عندنا نسب كبيره قوي، وانا بقول له طب احنا بنوثق الزواج، طب احنا وفضيله الامام قاعد موجود معانا النهارده، نخلي الموضوع يعني لما يكون في عدد 150 و 160 الف بيتم طلاقهم في سنه ولا اتنين، ده معناه اسره شاب وشابه انفصلوا بما يعنيه ذلك، ثم اذا كان عندهم اولاد برضو بما يعنيه سلبيات هذا الانفصال على الاجيال. احنا هنفضل نخلي عمليه الطلاق بعد كده بيروح للمأذون وبيعملوا اجراءات، لكن احنا كدوله معنيه بالحفاظ على مجتمعها ما تطلعش قانون. وانا بقول الكلام ده لان احنا بنحافظ على امه بدل ما تتحول لاطفال في الشوارع او سلوكيات مش مظبوطه. ما نطلعش قانون يقول ان لا يتم الطلاق الا امام المأذون عشان ندي فرصه للناس انها تراجع نفسها، ما يبقاش بكلمه بيقولها كده. ولا يا فضيله الامام تعبتني يا فضيله الامام. خلينا نقول ان كلام الرئيس كان موجه مباشره لفضيله الامام، فعشان كده الازهر خد الكوره وعمل اجتماع وطلع بيان ان الكلام كان من الرئيس وكان شيخ الازهر قاعد موجود. فده الاجراء الطبيعي اللي تم. لو كان الموضوع تم طرحه على البرلمان ومن حق رئيس الجمهوريه انه يطالب بقوانين معينه وانه يطلع مشاريع قوانين والحكومه نفس الشيء وتبعتها للبرلمان، كانت السكه هتبقى مختلفه. الموضوع الاساسي بقى اللي هو الطلاق الشفوي، ليه عليه طول الوقت؟ ليه ما بيتمش عمله بقانون وضعي مباشره؟ لان احنا عندنا الدستور الماده الثانيه واضحه وصريحه بتقول ان ما ينفعش نعمل قوانين وضعيه بدون تخالف الشريعه الاسلاميه، والاحوال الشخصيه عندنا واضحه تماما انها لازم تكون مطابقه للشريعه الاسلاميه. عشان كده عندنا احوال شخصيه للمسلمين واحوال شخصيه لغير المسلمين، ما بينطبقش قانون واحد على الاثنين. فده شيء يعني شرعي جدا، مسألة شرعية جدا، الدستور واضح فيها. القانون حتى لو مجلس النواب ناقش الموضوع واللجنة الدينية ناقشت الموضوع هترجع لنفس النتيجة اللي خرج بيها الأزهر، لأن في النهاية مش هينفع تعملي قانون وضعي خاص بالجواز أو الطلاق أو العدة أو أي مكان له علاقة بالأحوال الشخصية يخالف الشريعة الإسلامية. هو أنا بقول على قانون يخالف الشريعة الإسلامية، لا أنا بتكلم على توثيق انه يعني على توثيق الطلاق علشان فيه اقدر يبقى فيه في مخالفه. الطلاق يقع شفويا، ده الشرع بتاعنا يا جماعه. ده قال لها انت طالق فهي طالق، يروح يوثق بعد كده. ماشي، بس انا اعتقد حاجه مهمه قوي، احنا لو سمعنا كلام الرئيس لما كان بيتكلم على الكلام ده، هو كان بيتكلم على ارقام بيشوفها خاصه بارقام الطلاق والاسر اللي بتتفكك و و و والكلام ده كله. وانا اعتقد ان الرئيس ما كانش يقصد اطلاقا انه الطلاق ما يقعش بشكل شفوي، لكن هو بيقصد لحظات العصبيه ولحظات الغضب. هو على الاقل بيطالب بحل. الازهر اخذ الموضوع ده واتعامل معاه بشكل نصي. في حين انه انا اعتقد انه الازهر مفروض انه يبتدي يشتغل في خطب الجمعه على مساله الغضب بالضبط، الموضوع ما يبقاش قانون، وعلى توضيح للناس ان لفظ الطلاق وقت الغضب لا يقع. يمكن هو ده اللي كان مقصود، لكن بالنسبه لانه يقع شفويا هو يقع شفاف. لا وبعدين انا عايزه اقول لكم حاجه، بما اني درست الموضوع ده، بما اني خريجه شريعه وقانون. انت خريجه شريعه وقانون؟ خريجه شريعه وقانون، فيعني انا درست فانا في اي حد تاني خريج شريعه وقانون جامعه فيعني درست ازهريه بحته يعني. ف
فكره انه ازاي هتطلع معانا كده عادي المفروض يعني لا عادي وكملت بعد كده على نفسي في الموضوع اتفضلي يا مولانا. لا انا بقول لحضرتك اللي بيحصل واللي بيحصل في الحياه عاده ان دايما لما بيحصل نوع من الطلاق وبيبقى الزوج منفعل ابسط حاجه بتتقال لما بيروحوا حتى لدار الافتاء او بيفصلوا سماعه التليفون على دار الافتاء بيكون الرد واضح وقطعي انه انت كنت تقصد الطلاق ولا ما تقصدهوش. لا انا كنت أيوة منفعل يعني فيعني فطلع كفاره كذا الرجل يعني الرئيس عايز يقنن الموضوع ده عشان يقلل من نسبته. طب يعمل ايه؟ هو تقليل النسبه ده له علاقه بقى بيعمل ايه؟ بيشتغل بقى على بيشتغل بقى على التلحيف والاعلام والخطاب بيتكلم في الموضوع يعني ده صراحه جالي حاله قلق جامده قوي. ليه يا جماعه حاله قلق؟ لانه احنا في خطوره ما بين الحاجه اللي بتتكلمي عليها في القانون والحاجه اللي بتتكلمي عليها في الشريعه والموضوعين دول يعني ايه؟ يعني انا حمد دور الدوله لحد فين؟ حمد لا ده كتير قوي يا معتمر كتير قوي اللي انت بتقوله لحد داخل البيت. الدوله دورها انها تضبط الامور وتضبط معايير الامور جوه المؤسسات المؤسسات ايوه جوه البيت عشان هو ده اللي احنا بنقول ايه المؤسسات الدينيه في اي حته في الدنيا اخر ما تتخلى عنها. انت غراب انا فاكراك ليبرال. لا مش كده صح بس المؤسسات الدينيه لا تتخلى عن الاحوال الشخصيه في اي زمن في اي مكان. المؤسسات الدينيه تتمثل في مواجهه مع المؤسسات الدينيه طول ما بشتغل على الجزء ده لانه المؤسسات الدينيه راجعه ورا فالدوله عايزه تزقها قدام. عندهم استعداد عندهم استعداد يسيبوا المعاملات والاخلاق يعمل الراجل ايه اكتر من كده؟ حدثوا الخطاب الديني ما حصلش مش عارف اعمل ايه ما حصلش. لو رجعنا كلام الرئيس هو لم يكن يقصد ما فهم هو يقصد تماما لانه بيقول ايه مش بكلمه كده هو بيتكلم على لحظه الغضب ودور الازهر هنا ودور المؤسسات الدينيه ان هي تثقف الناس وتعلمهم يعني علاقه الغضب لا يبالغوا في استخدام هذا علاقه الغضب بالتوصيل اكيد هو ده اللي لكن اللي يلم الاسر اللي مش ناس بتحلف مش ده موضوع تاني مش موضوع تاني لكن احنا اللي بيحصل ما ناخدش الموضوع ونعمل عليه ازمه كبيره وندخل المحكمه. انا بس عشان الوقت لموضوع تاني اكثر جدل الاحتمال برضه نتخانق فيه عمال المحله وموضوع اضراب عمال المحله هو موضوع يتكرر من سنوات يعني اتكرر من سنوات هو مش لسه بيحصل النهارده ولا بيحصل امبارح. لا احنا الظاهره دي موجوده من قبل الثوره وبعد الثوره. الاضراب بقى يعني فكره اضراب عمال المحله عشان خاطر هم بيطالبوا بتنفيذ حكم محكمه له علاقه بتنفيذ بان هم ياخدوا الحافز بتاعهم اللي المحكمه حكمت بيه لانهم لا ينطبق عليهم قانون الاحوال المدنيه الجديد. الإدارة ما ادتهمش الحافز طبيعي ان العمال ممكن يتفاوضوا الاول ممكن يبداوا اضراب الاول يعني في النهاية هو الاضراب حق سلمي يعني حق سلمي كفله الدستور والقانون للمطالبة بالحق. ويعني وفكرة بقى يعني ليه الناس بتستخدم الاضراب هذه الدولة على مدار الخمس سنين اللي فاتوا الحاجة الوحيدة اللي كانت بتخليها تلجأ إلى طرابيزة المفاوضات تقعد تتكلم مع الناس وتديها حقها انها يا اما تتظاهر يا اما تعمل اضراب. يعني مش دايركت بتنفذ حكم المحكمه لكن لو في تنفيذ من البدايه لحكم المحكمه بان في حكم محكمه ان الناس دي تاخد فلوسها لانها محتاجه فلوسها واحنا في ازمه اقتصاديه عنيفه جدا وهم اموالهم المرتبات اللي بياخدوها مرتبات ضئيله و220 جنيه ما هياش يعني حاجه ضخمه جدا لو تنفذ حكم المحكمه ما كناش هنلاقي اضراب بيحصل. لكن اللي بيحصل ان بيحصل ان بيبقى فيه حكم محكمه لا ينفذ فطبيعي ان العمال يا اما بيبداوا يطلبوا تنفيذ هذا الحكم فبيواجهوا تعسف فبيلجأوا الى التصعيد التصعيد اللي هو اضراب جزئي اضراب كلي فبتبقى النتيجه ان احنا نقول ان الناس دي بتعطل عجله الانتاج ما بنقولش ان هم حقهم انهم ياخدوا حقهم الماديه اولا. يا ريت كان طب جاب حل عمل حاجه يعني مش عايزه يعني اقلل من قيمه الاضراب او قيمه الاحتجاج السلمي ايا كان شكل تنظيمه بس عايز اقول ايه انه حجم العماله الصناعيه في مصر اصلا تلاشى وبقى حاجه يعني ما بقاش حاله زي ما كانت موجوده قبل كده في سنوات كانت الصناعه هي رقم واحد. احنا النهارده الخدمات رقم واحد هي ليها الزراعه والصناعه في اخر يعني في اخر ديل القوى العامله وفي النص كمان في المقاولات. يعني عايز اقول احنا بنتكلم على 2-3% شغالين في العماله الصناعيه وبالتالي جزء منهم في المحله للاسف بقى او مش عايز اتكلم على المحله تحديدا ثقافه اليسار ما ينفعش تمشي في العدد القليل. ايوه دي كلمة يعني حكيمة. لا أكمل كمان نقطة كمان إنه المشكلة من حقك طبعا بس المشكلة إنه طب هل الإضراب هيجيب لهم حاجة؟ المشكلة إن الشركات دي خسرانة
وبقالها سنين لا خسران. انا زهقت من فكره الاضراب دي يا جماعه بصراحه وهي يعني خسران. معقولي بقى انا زهقت من فكره الاضراب يعني هو حق دستوري ودايما يقول لك ايه والنبي قولي بس اول ما تقولي كلمه اضراب عشان انا اتخنقت بقالي 5-6 سنين بصراحه اول ما تقولي كلمه اضراب يا لميس لازم تقولي هذا حق دستوري لا بقى الناس بقى اولا المصانع مش لاقيه عمال خلونا بقى نقول بقى الحقيقه مصانع مش لاقيه عمال ومش لاقيه ناس تشتغل كل شويه اضراب والاضرابات دي مش بس في القطاع العام اضرابات في القطاع الخاص ايضا علشان الضغط عشان تزويد مرتبات انا مدركه تماما انه الناس مرتباتها قليله وصعبه زي ما الاستاذه لكن فكره لو يدرع بالاضراب ده زي ما الاستاذه اميره قال لا مش كده زي ما الاستاذه اميره ضربوها ونفعت يا جماعه يعني طب دربوها نفعت كل ما دربوها وضغطوا لو دراع الدوله نفعت فبقت هي الطريقه اللي بقى لها الايام بقى عصام شرف لما كانت عماله تعين 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 بالزبط. وتزود تزود تزود هي جربوها من قبل كده كمان هو في هنا يعني نقطتين مهمين قوي النقطه الاولانيه نسال نفسنا سؤال طب هل المديرين اللي موجودين في نفس الشركه صرفوا العلاوه ولا ما صرفوهاش أخدوا حوافز ولا ما أخدوش دخولهم تأثرت ولا ما تأثرتش أنا راجل بشتغل في الصناعة وبتعامل مع عمال وطبعا شايف أنه فكرة الإضراب فكرة ضارة جدا بالصناعة بس إحنا عندنا هنا مشكلة الحقيقة لا تتعلق بالصناعة لكنها تتعلق بالإدارة وتتعلق بفكرة أنه هذه الشركة هي إحدى شركات القطاع العام وتتعلق بالنقابات كمان وتتعلق بالنقابات وتتعلق بقانون العمل كمان طبعا كمان قانون عمل بتعين ولا ترفض إحنا عندنا مأساة عندنا شبكة متداخلة كلها في بعضها كلها أخطاء لازم ينتج عنها هذا مش معقول حضرتك تيجي لعامل دخله ما يكملش 1000 جنيه في الشهر ولا 1500 جنيه في الشهر ويشوف المدير بتاعه الحافز بتاعه 5000 جنيه بيقبضه وهو علاوه ب 200 جنيه ما بيقبضها بس كمان ادارات القطاع الخاص ما بتعملش كده ادارات القطاع الخاص بتتعامل مع الجميع حسب حاله المنشاه ولاقيين عمال كويس معلش يا باشمهندس عمرو لاقيين عمال في بعض المجالات بنلاقي عمال في بعض المجالات الاخرى لا مش بنلاقي عمال في عماله تخصصيه احنا مش لاقيينها ومش قادرين نحصل عليها لاننا مش قادرين ندفع لها الرواتب اللي مفروض بياخدوها في اماكن اخرى او في دول اخرى نتيجه ان احنا الصناعه عندنا بتعاني مشاكل لا وانا مش عايز احمل كمان العامل فكره ان المؤسسات اللي هو بيشتغل فيها خسرانه لانه مش هو اللي بيديرها مش هو بس ما يقدرش ياخد ارباح الفكره كلها ما ينفعش كمان ياخد علاوه زي كل موظفين الدوله بص حضرتك بالنسبه له ده مش ارباح دي علاوه زي هو موظف في الدوله وليس عامل في مصنع في فرق كبير قوي هو بيشتغل موظف في الدولة زيه زي الموظف وزارة الصحة المنظومة فضلت مدة أطول مما ينبغي وكان لازم يتم التعامل معاها بأحسن من كده وتثابت القضية لحد ما وصلنا للبواقي أنا بشكركم شكرا جزيلا كانت فعلا 5 قضايا ساخنة جدا أحيانا هنا على هذه المائدة بنطرح قضايا يمكن ما بنعرفش نطرحها بشكل آخر لكن هنا بنبقى ضامنين إن احنا هنسمع كل الآراء وده اللي بيميز هذه الفقرة نخرج فاصل بشكركم شكرا جزيلا نخرج فاصل بعد الفاصل لماذا ازداد معدل الجريمة في مصر وكيف يمكن أن نواجهه هل فعلا معدل الجريمة في مصر ارتفع ولا الشعور الشعور زاد شوية يمكن عشان في سوشيال ميديا يمكن عشان في إعلام يمكن عشان يعني في وعي مرتفع ويمكن كمان في برضو ضبط للجريمة بشكل جيد في بعض الأمور ساعات بياخد وقت وساعات ما بياخدش وقت لكن هل الأوضاع الاقتصادية أصبحت ضاغطة فتؤدي لارتفاع معدل الجريمة؟ أظن أن احنا مش محتاجين ننظر للموضوع بشكل أمني بحت بمعنى أنه مش هقدر أحط عسكري على كل بيت مش هقدر أحط ضابط على كل مكان على كل شارع ولازم يكون في تعامل آخر مع الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية فلا يحمل الأمن بما لا طاقة له به يعني الأمن بيحاول وبيسعى وبيضبط وشفنا حالتين ورا بعض لاختطاف أطفال حالة طفل بيفرلي هيلز وحالة طفل عين شمس أطفال عين شمس إزاي قدروا أنهم يجيبوهم في وقت قصير جدا لكن
الحقيقه انه مش هنقدر ان احنا نحط كل الاعباء على الامن ونترك باقي مناحي الدوله. هنناقش هذه القضيه مع الاساتذه سياده العميد خالد عكاشه الخبير الامني، الاستاذ شريف خالد رئيس تنفيذي والعضو المنتدب لمجموعه فالكون للامن، والدكتور سعيد صادق استاذ علم الاجتماع بالجامعه الامريكيه. هل المعدل زاد سيد العميد؟ هل المعدلات زادت؟ هل عندكم أرقام ولا الشعور زاد؟ مبدئيا هو الشعور زاد، بس علشان نتكلم على معدلات يبقى لابد لينا من نقطة نقف عندها عشان نقول زاد عن أو انحسر عن. لو احنا أعتقد أن كلنا ربما هنتجه بسرعة إلى ثورة 25 يناير 2011، وهنجعلها نقطة نتحدث علشان حصلت متغيرات كتير جدا في الشارع وفي الأمن، وكلمة الانفلات الأمني كانت مصاحبة لهذا التاريخ، فلابد من القياس على هذا التاريخ باعتباره تاريخ ممكن نحط له مجموعة من المتغيرات، ونقول أن الشارع والحالة الأمنية شافت متغيرات كتير جدا منذ هذا التاريخ إلى الآن. لو قارنا يبقى احنا بنقول لا، في العام 2015 والعام 2016 ربما احنا بنشهد انحسار عما كانت عليه الأوضاع في 2011 و2012. يعني احنا بنقول ان الجريمة بدأت تقل، الحالة الأمنية بدأت تأخذ خطوات إيجابية إلى الأمام، المعدلات اللي حضرتك بتسألي عليها لا، المعدلات في طريقها إلى الهبوط وليس إلى الصعود، شافت صعود من 2011 إلى أعلى، و2012 شاهدت معدلات أكثر انفلاتا وأكثر سلبية، والاسترداد اللي احنا بنتكلم عنه ربما نحتاج ان احنا نقارنه بقى بنقطة أخرى وهي ما قبل يناير 2011. هنا ممكن نقول ان لا، الحالة النهاردة أكثر مما هي عليه بمعدلات الجريمة عما كانت عليه قبل يعني قبل 2011. يعني قبل 2011 يعني احنا دلوقتي احسن من قبل 2011 ولا أسوأ؟ لا، ما وصلناش الى مستويات الى ما قبل 2000، لكن احنا النهارده واقفين عند نقطه ايجابيه افضل كثير جدا جدا من العام 2011 و2012. اظن ان احنا محتاجين ارقام، محتاجين الداخليه تطلع لنا ارقام عشان نكون اكثر دقه. بس دكتور، ليه عندنا احساس بارتفاع معدل الجريمه؟ هل ده احساس بقى فقط؟ هل الوضع الاقتصادي الضاغط ربما مقلق بالنسبه للناس؟ طبعا شوفي، الجريمه كانت موجوده طول الوقت. طبعا مفيش مجتمع بلا جريمه. اللي حصل ان قبل، لما ترجعي قبل ثوره 2011 كان عندنا جريمه في الشارع المصري مستمره معانا بمعدلات مرتفعه وما اتغيرتش. التحرش بالمراه، مصر تاني دوله في التحرش بالمراه في العالم بعد افغانستان. هذه الجريمه تعكس لك ان الامن الجنائي غير متوفر بعكس الامن السياسي. لو مجلس النواب مثلا يهتم يشوف مثلا وزاره الداخليه الاموال اللي بتذهب للامن السياسي قد ايه والامن الجنائي قد ايه، هتعرفي الحكايه ايه. بس دي جريمه اخلاقيه كمان، دي جريمه لها علاقه باخلاق الناس، جريمه بالامن. ايضا نوع تاني، مع انتشار الفقر ابتدت نوع جرائم جديده تظهر زي الهجره غير الشرعيه. لما شفنا الناس اللي بتموت ليه؟ انا عندي انفجار سكاني، 2.6 مليون نسمه بيتولدوا كل سنه في مصر، يعني عدد سكان لبنان كل سنتين اللي هو 4.5 مليون، عدد سكان تونس كل 5 سنين اللي هو 11.5 مليون. الضغط السكاني دوت هيؤدي الى زياده البطاله، زياده الفقر، زياده الرغبه في الهجره، زياده معدلات الجريمه والتسول ايضا، اذا اعتبرت التسول ده جريمه. فطبعا انا عندي مؤشرات عديده جدا، في تحولات في المجتمع المصري واضحه جدا. هل انت حكايه الخطف دي ما هي طول عمرها موجوده؟ هتجد ان مثلا العنف بيزداد في المدن اكتر من الريف، لان الريف في توازنات، العائلات عارفه بعضها، في اسلحه، كله عارف بعضه، مثلا ما تلاقيش فيها جريمه التحرش مش موجوده في الريف مقارنه بالمدن، كله عارف بعضه. المدن طبعا اصبحت فيها المشكله دي قويه، ودي طبعا بتاثر على السياحه. انت مش بس بتتكلمي على الجرائم بين المصريين، انما ممكن تكلمي ايضا مع السواح. الارهاب، هل الوضع الامني السياسي 2001 قبل 2011 هو 2017؟ لما يبقى عندك الجيش المصري وزاره الداخليه متواجده في سيناء بقى لها 3 سنوات ونص في منطقه صغيره زي شمال سيناء،
ولسه لحتى هذه اللحظة تلاقي صواريخ بتطلع يمين وقتل كل يوم كأننا في معركة استنزاف. وبعد كده نقول المعدل اللي جاي ما انخفض، لا ما انخفضش، هو نوعيته تغيرت بصورة قوية جدا. في نوع من الجرائم قلت، لكن في نوع تاني ظهر لنا فجأة. الفوضى اللي كانت موجودة في الشوارع المصرية اختفت، أيوة ده لازم نعترف. الأمن في الشارع المصري 2017 ما هواش 2011 ولا 2012 ولا اللي بعد كده. أفضل أفضل طبعًا كتير طبعًا. يعني أقدر أقول كواحدة ست مثلا أقدر أنزل أسوق في الشارع بالليل، يعني أنا بقارن بحياتي الشخصية، يعني هل أنا كنت أقدر أنزل أسوق عربيتي بالليل لوحدي في وقت متأخر 2011 و12 و13؟ لا، ولا 2014 بالظبط. يعني دلوقتي الواحد كتير من النساء بيقودن سياراتهن في ماشيين عادي جدا وبيرجعوا وقت متأخر بدري واتفر. تحركات الأطفال لو احنا بنتكلم على الخطف لابد من الإشارة ليها، لا في إحساس بالأمن أفضل. بس هل في نوعية جريمة؟ يعني انتوا حاسين ان في نوعية جريمة زايدة عن نوعية هو جريمة؟ احنا الإحساس بالذات الجريمة علشان التغطية الإعلامية للجريمة زادت، والسوشيال ميديا طبعا. يعني هي الجرائم دي كانت حاجات يعني امور طبيعيه، بس عشان التغطيه الاعلاميه عليها بتنشرها كتير والسوشيال ميديا، فالناس بتشوف جريمه ممكن تبقى مش عارفه عنها. خلينا بس الاول نعرف الجريمه عشان احنا خلطنا حاجتين، عندنا الجريمه الجنائيه والجريمه السياسيه زي ما الدكتور قال. الحقيقه لما نيجي نتكلم على شمال سيناء احنا مش هنعتبر ده مقياس للامن في مصر، احنا بنتكلم على منطقه حروب. احنا عندنا سنه ونص سنتين فصيل معين دخل مصر، كان له الحق في الدخول والخروج، دخل مصر. يعني دي معركه ارهاب، دي معركه ضد الارهاب، مش هتبقى مقياس للامن الحقيقي. لكن لما نيجي نتكلم على الجريمه الجنائيه انا شايف ان في استقرار. حضرتك بتقولي ان انت بتمشي بالليل، الجرائم الجنائيه اللي موجوده في مصر اقل بكثير من الجرائم الجنائيه اللي موجوده في اوروبا. لو هنقارن في اختلاف، في اختلاف جرائم صحيح مش موجوده، يعني هناك ما عندوش حد بيتخطف عشان يطلب فديه في لكن جريمه السرقه، جريمة القتل أثناء السرقة موجودة في كل دول أوروبا وبصورة كبيرة. فالنهاردة بنشهد استقرار شوية. هل أنت حاسس وانتوا شركة يعني بتؤمن أماكن كتيرة وكده أنه الطلب على التأمين زاد لأنه الناس قلقانة أكتر؟ هو المفروض الطلب بيزيد على التأمين مش عشان خوف، عشان لازم يبقى فيه وعي أمني. النهاردة أنا مش لازم النهاردة أأمن عشان بعد ما الكارثة بتحصل. الصح أن أنا يبقى عندي الإمكانيات بتاعتي كلها موجودة. فجزء من زيادة الطلب على الأمن هو لوعي الناس دلوقتي بأهمية الأمن بعد اللي شافوه في 2011. طيب أنا بس هقاطعكم قليلا، إن أنا معايا السيدة شيرين والدة أدهم وياسين، وأنا آسفة ما اسموش آدم، أدهم وياسين الطفلين اللي هنجيب الصور يا جماعة، اللي صور اللي اختطف من عين شمس وقدرت الشرطه انها ترجعهم لاهلها. مدام شيرين، اولا بقول لك الحمد لله على سلامه الولاد، واحكي لنا الحكايه. ايوه فندم، السلام عليكم. عليكم السلام، قولي لنا ايه اللي حصل. انا موظفه حضرتك، انا وجوزي. اتفضلي. ايوه فندم، انا موظفه انا وجوزي. ماشي، فانا سايبه اطفالي 8 سنين في البيت. ايوه. فقفل عليهم الباب ورحت شغلي، فبتصل بيهم بطمن عليهم. بتصل بيهم الساعة 9 وربع ما ردوش عليا، فبتصل بيهم تاني 9 ونص. فبقول له ايه يا حبيبي، ايه يا ادهم، انت كنت فين؟ لقيت حضرتك بيقول لي يا ماما احنا نازلين مع عمه. عمه مين يا حبيبي؟ وانا قافله الباب بالمفتاح ومعيش رزق انا وجوزي نسخه. فبقول له ايه يا بابا في ايه؟ لقيته هو خد مني التليفون، لقيته بيقول لي عايزه عيالك هاتي 200,000 جنيه. قلت له ايه؟ قال لي 200,000 جنيه، لا اما هبيعهم لك اعضاء. يا ساتر. طبعا حضرتك يعني مش متخيله انا عملت ايه؟ طبعا. وطبعا رئيسيني والدكتوره بتاعتي وكده اهوت صراحه مشوني بسرعه. انا شغاله في نيل ادويه حضرتك، فالدكتوره بتاعتي كانت الف خيره مشوني. رحت على نقطة الشرطة تبلغ؟ رحت على اساس ان انا اشوفهم برضو، عندي امل ان انا الاقيهم في الشقة. ما لقيتهمش. هما دلوقتي في اجازة ولا ايه بالظبط؟ هما المفروض حضرتك ان هما في الاجازة. ورايحين المدرسة النهاردة، وانا من اجازة نص السنة بقفل عليهم. وانت قافلة الباب، وانت شيرين انت قافلة الباب بالمفتاح.
والمفتاح معايا انا وباباهم وبقيت النسخ في الدرج في البيت. اقتحموا وكسروا كسروا الباب يا شيرين بقى ولا ايه؟ لا ما كسرش الباب حضرتك، انا ساكنه في عين شمس. العماره دي طبعا حضرتك لسه جديده. ماشي. فحضرتك في ثلاث شقق عندي فاضيين، دخل من الشقه اللي جنبي وبقاله 3 4 ايام بيراقب الوضع ويراقب بيراقب القصه. عيالي بيقولوا لي يا ماما انت مشيتي من هنا، انا بنزل الساعه 7، الباص بتاع الشركه بيجي ياخدني الساعه 7 وربع 7 ونص، فانا بنزل الساعه 7. حضرتك بيقول لي يا ماما انت مشيتي من هنا مفيش شويه ولقينا واحد بيخبط علينا البلكونه جامد. لا ده هو بيرصد ال هو راصد بقى ودخل من البلكونه والولاد فتحوا له يعني ولا ايه؟ البلكونه جامد، فيا حبايبي هم خافوا هم فتحوا له الترباس من فوق. حبايبي راحوا قال لهم بقى هو فين الصندوق اللي بابا وماما هنا بيشيلوا فيه الفلوس والذهب؟ وبعدين؟ ماشي حضرتك بس. فراح سابهم بقى متجدرين بره ودخل فتش في اوضه النوم ما لقاش حاجه، لقى المفاتيح النسخة الثانية بتاعت باب الشقة، أنا عاملة حضرتك باب مصفح. أيوة مصفح. فخدهم حضرتك وراح بيهم من الخصوص للمرج للتجمع للسلام للعاشر وهم بيلفوا وبيلف بيهم. وبعدين روحتي بقى للشرطة يا شيرين؟ نعم. احكي روحتي بقى للامن، روحتي للشرطه؟ روحت الامن بصراحه مشكورين جدا 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 رئيس المباحث والناس في قسم عين شمس وقفوا معايا جدا من الساعه 10 الصبح لحد الساعه 4 الصبح لما رجعوا لك العيال بيلفوا. ظبطوهم فين بقى يا شيرين؟ حضرتك في التجمع بعد ما طلع عيالي هنا وهنا. بس انا عايزه حضرتك الولد ده هو مزقوق عليا. ليه؟ لاني انا في عماره الشقه دي انا واخدها بالاسم وبقيت الفلوس لسه ما دفعتهاش. اصل هيجي لك انت ليه يعني؟ معلش شيرين انت موظفه وجوزك موظف، يعني هل عندكم تقدري تدفعي له 200,000 جنيه؟ لا حضرتك انا لسه ليا بقيت قسط عند صاحب العماره 110. يعني محاولة هي محاولة ان انت ايه تمشي من الشقة ولا محاولة ايه؟ محاولة عشان ادفع الفلوس لان انا دفعتش الفلوس. صاحب العمارة انا بقالي حضرتك بقالي اكتر من 4 شهور ساكنة وبحاول ان انا اجيبه ما جانيش غير النهاردة. وبوجه اتهامي مخصوص. فانت بتوجهي اتهامك بوضوح انه صاحب العمارة انه هو ضالع في هذه صاحب العماره عبد الله متولي هو السبب في عيالي وخطف عيالي واي حاجه تحصل لعيالي هو السبب، هو السبب. خطف كيدي يعني. خطف كيدي بالظبط. ايوه يعني. ايوه حضرتك. الولاد بقى الحمد لله تمام وكويسين؟ لا حضرتك مش تمام، عيالي مخضوضين ولحد الساعه 6 الصبح مش نايمين. لا ولكن هو الولد ده اللي خطفهم معول لي واحد خطفه في دراعه مزرقه وخطفه في رجله وسايب لي واحد في المرج الجديده والتاني واخده معاه التجمع. هما توأم يا شيرين مش كده؟ ايوه يعني اولا الحمد لله على سلامته. ربنا يخليك شكرا. اتنين ارجو ان انت تستشيري دكتور طب نفسي اطفال. صح. علشان برضو ازاي نتعامل مع الطفل ونقويه ويعدي هذه المرحله. حضرتك مش عايزين يقعدوا في الشقه تاني، انا جيت عند والدتي في الحدايق. طبعا. مش عايزين يقعدوا في الشقه تاني. ماما عمو ده هيجي ياخدنا تاني ويذبحنا. يا ماما وعمو ده هيخبط علينا تاني. طبعا رعب رعب. يعني الحمد لله على سلامتهم. بشكرك ان انت يعني كلمتينا والحمد لله على سلامتهم. وارجوكي معلش محتاجه برضو تستشيري طب نفس اطفال علشان تقدري ازاي تعدي المرحله دي بالولاد، لوحدك مش هتعرفي. الولاد محتاجين يعدوا المرحله دي ودي تجربه صعبه جدا جدا على نفسيه الاطفال دي. فانت محتاجه ان انت بس تستعيني بحد وان شاء الله ربنا يعني هيقويكي والحمد لله على سلامتهم وشيء رهيب. شكرا يا شيرين والحمد لله الف الحمد لله على سلامه ادهم وياسين. يعني ده موضوع صعب جدا.
بس ده خطف كيدي يعني. بس هو واضح ان هو يعني احنا قدام مشهد برضو او جريمه من وسط المتغيرات اللي بنتكلم عليها، متغيرات اجتماعيه موجوده يعني اغفالها او دفن رؤوسنا في الرمال قصادها الحقيقه مش في صالح اي حد، ومش شيء نخجل منه ان احنا يكون عندنا مشكلات لكن نبدا نشتبك معاها ونتعاطى معاها ونفككها الحقيقه، يعني نفكك المشكلات اللي عندنا ونحط حلول ونحط سيناريوهات ونجرب السيناريوهات الافضل واللي تحقق معايا نتائج الكلام دوت وقيمه بعد فترات زمنيه. الكلام ده على طول بعد عام واحد مثلا الاقي نفسي ان انا نزلت الى حد ما بالمنسوب وبالنسب اللي حضرتك بتسالي عليها من البدايه. ده متغير كيدي زي ما كلنا اتفقنا واحنا بنسمع هذه الام بروايتها، خلافات نقديه وخلافات ما بين الاسره، حد راصد بقى ودي اسره مش غنيه يعني مش عندهاش فلوس، ان في ثقافه اجراميه لابد من الاشاره برضو ان الثقافه الاجراميه الجنائيه تطورت. مشاهده البرامج والافلام الاجنبيه، المجرم بيقعد يذاكر سيناريوهات ويبدا يبتكر في افكار، هو عارف ان هو ما بقتش الموضوع ان هو هيقتحم المكان والا كان هيبقى هيواجه قدام الباب الصلب المصفح اللي قالت عليه وهينزل هيفشل، لكن هو كلنا زي ما اشرنا لبعضنا هو راح وحضرتك قلتي هو راصد، هو من الافلام اللي بيتفرج عليها هو عارف انه لابد انه يكمن في المكان ويبتدي يراقب ويعرف الاسره بتتحرك امتى ويحاول يناي نقطه الضعف ويختبرها ويبقى عارف انه هينط من البلكونه، علشان الثقافه ديت هي ربما هي احد ملامح التطور. بس طول عمرنا عارفين الحرامي اللي بيطلع على المواسير والحرامي اللي هو على حبل الغسيل يعني طول عمرنا عارفين المشهد ده الشهير جدا بتاع عادل امام، فيعني يعني هل بقى الافلام الجديده والحاجات الجديده ممكن تخلي في تطور في نوع الجريمه؟ شوفي لو تنظري للاعلام في رمضان مثلا شهر رمضان هتلاقي المسلسل رقم واحد كان الاسطوره عن البلطجي. شخصيه البلطجي شخصيه الشخصيه العنيفه أصبحت ليها تيشيرتات ليها لبس ليها أسلوب، فبتلاقيه في القهاوي الخناقات اللي في الشوارع، لأن قيمة العمل رجعت وقيمة البلطجة والفهلوة زادت. أنت محتاجة خطة قومية تتعمل لمكافحة ومكافحة الجريمة على كل القطاعات، يعني قطاع كل قطاع يعمل ايه، العنف اللي موجود، عنف في المدرسة، البلطجة اللي في المدرسة اعمل فيها ايه، العنف المناطق الاحياء ديت حي مثلا الحي ده مهجور او العمارة ما فيش حد ساكن فيها، طب بيبقى في نوع من التنسيق مع الاجهزة الامنية او مع الجيران، يعني في حاجة في امريكا اسمها نيبرهود واتش بيشوفوا الجيران لو انت مش موجودة انا اراقب بيتك. احنا مجتمع متلاحم جدا يعني بس كمان الام دي تعمل ايه؟ بس المتغير المجتمعي معلش عفوا انا هنا برضو هنستفيد من دكتور سعيد مساله ان في عصابه بغير. مستاجره لو القصه كده صحيح، يعني احنا بنتكلم قصاد مش ناس داخلين يعني صاحب العقار عنده مشكله مع كذا عايز بس فلوس. انا هنا كمان في متغير اجتماعي مهم جدا. زمان كنا بنسيب العيال فين؟ في البيت يا في لا يعني لا معلش يعني انا كنت بسيب العيال فين، يعني سيب ابني فين، يا اما عند والدتي أسرتك. يا اما عند الجيران عمرك ما تسيبهم لوحدهم، بس دلوقتي نتيجه الوضع المجتمع المختلف ولان العماره فاضيه ولانها مضطره تعيش في عماره فاضيه فما فيش جيران تسيبهم معاها. واللي لافت نظري يا استاذه لميس انا اسف يا دكتور سعيد عفوا المقاطعه، انا اللي لافت نظري الحقيقه في القصه ان احنا قدام مشكله والمشكله دي تم استئجار اشخاص ليها، يعني هم ما هماش ربما مش حراميه بالظبط كده، انا عمل سيناريو انه يخطف الاولاد ويتنقل بيهم في احياء في سبيل ابتزاز الام. ده ياخدنا الموضوع مهم قوي حضرتك بقى النهارده لما بنتكلم على الجريمه او الامن، اول حاجه في مكافحه الجريمه هو مش اجهزه الامن، احنا النهارده بنتكلم زي ما الدكتور قال، بنتكلم على اسره، بنتكلم على ازهر وكنيسه، بنتكلم على اعلام، بنتكلم على مدرسه. النهارده إعادة هيكلة السلوك الإنساني، كان النهارده واحد لو افترضنا إن الراجل صاحب العمارة فعلا هو اللي عامل الكلام ده، فواحد النهارده عنده فلوس ناس فبياخد أطفال أبرياء، فده راجل مختل في السلوك بتاعه، يعني هو مختل في السلوك بتاعه. مع البطالة ممكن تأجري أي حد، خلي بالك حضرتك قلتي نقطة مهمة جدا ويمكن هتلاحظوها، مع انتشار جرائم العنف في المجتمع المصري عندنا مشكلة نفسية، كيف تتعامل مع ضحايا
هذا النوع من الجرائم. يعني احنا بنقول وحي اولا، هل احنا كليات علم النفس عندنا بتدرب على التعامل مع العنف والحوادث؟ واحد بيشوف ابوه او امه بيتقتلوا، او في حادثه عربيه، او او ست تتعرض لتحرش، ما حدش بيجي لك، ما حدش بيجي لك او عندك تدريب ان اتعامل معاكي كضحيه. يعني جزء من التعامل مع العنف في المجتمع المصري انك يبقى عندك مراكز للتعامل مع ضحايا العنف. بيقفلوها دلوقتي دكتور. بيقفلوها، مش بتكلم على مركز معين. ازاي نحمي نفسنا؟ كل واحد يرخص سلاح. يعني انا عايز اقول لك بقى، نتكلم بقى الكلام الفيرتشو الحقيقي بقى، كل هنرخص سلاح ولا يعني هنحمي نفسنا ازاي؟ لا طب هو زي ما حضرتك قلتي في الاول، احنا النهارده مش معقول عند كل بيت وعند كل شقه هنجيب رجل شرطه بيقف. احنا في المفروض في اجراءات برضو نخلي بالنا من البيوت بتاعتنا. يعني النهارده حضرتك عملت باب مصفح على باب الشقه بتاعتك. انا مش عارف اعمل ايه والله. لا هو مش نعمل ايه، احنا نعلي الاسوار يعني لا هو احنا مش هنعيش في سجون برضو، ولكن خلينا نقول في بعض البدائيات او بعض الامور البسيطه جدا لازم كل واحد يامن بيته. احنا النهارده زي ما بنيجي ننزل وبنقفل المفتاح مرتين والكلام ده. في بس شويه انت عملت باب مصفح ونطوا من الشباك. لا ما هو النهارده انا المفروض مصفح. المفروض المكان اللي انا موجود فيه شيء طبيعي بالفطره، حتى لو ما عندناش خبره بالفطره بشوف ايه الاماكن الخطوره. وعلى فكره نقدر نستعين ببعض الشركات ان هي تدي استشاره امنيه. يعني مش بقول برده كل يعني واحد، ممكن الموضوع ما يبقاش مكلف. يعني النهارده مش بقول كل واحد برده هيجري يتعاقد مع شركه امن ولا يجيب حد بتاع شرطه عشان يقف عشان يحمي له بيته، لكن في استشارات النهارده وفي شركات بتقدم الدور ده كويس قوي. النهارده يجي يشوف لي ايه المخاطر اللي موجوده في المكان. زي ما مثلا مفهوم الناس النهارده ان انا بحط كاميرا مراقبه، ده مهمه جدا على فكره، بس دي مهمه علشان اراجع بيها الست اتقتلت والخزنه اتسرقت، وبعدين هو وبعدين احنا شايفين. يعني انا عندي صور اصدقاء الحرامي شايل الخزنه وخارج. واحنا شايفين صوره الحرامي بالخزنه. ما انا هقول وبعدين يعني ده ما بعد الجريمه، عشان احنا ما بنحطش المنظومه متكامله. احنا المنظومه اللي بنحطها في دماغنا النهارده ان انا بقفل قفل او حاجه بتقولي بتطلعي صور اي حاجه هيطلع عليها، وبروح حاطط الكاميرا عشان تصور. دي مش الكاميرا على فكره مش رادع الا في حاله واحده. الكاميرا بتبقى رادع لو في غرفه عمليات موجوده قاعد فيها حد فبيشوف ان في حاجه بتحصل فبياخد اجراء. انما النهارده عندنا اجهزه انذار بتتحط مفروض لما حد بيبدا يعدي سور او بيفتح شباك معين. وعلى فكره عشان ما تبقاش مفتوحه ليل ونهار، انا بقدر اتحكم في الجهاز ان الفتره اللي انا مش متواجد فيها في البيت الجهاز ده بيشتغل. ده شيء مكلف جدا. لا يا فندم، انا بكلمك على اسر عاديه، مش بتكلم على كومباوند. خليني اكلم بس حضرتك النهارده لما بنيجي نتكلم على شقه او فيلا او كومباوند او منشاه مهمه بتختلف، لان انت بتضطري تحطي حاجات معينه نظرا لخطوره المكان. لكن ماشي. في حاجات بدائيات كل ده يعني رادع. شقه في عماره هنعمل يعملوا ايه؟ غلظي الاشتراطات الامنيه يا استاذه رميس. انت المفترض كجهه اداريه وكجهه عماره زي ما حضرتك فرضتي النهارده على المحلات، حضرتك فرضتي على المحلات دلوقتي ان هي علشان تاخد الرخصه بتاعتها بتحط كاميرات. خلينا نرجع هقول لحضرتك حاجه مهمه جدا. البنك المركزي، البنك المركزي حاطط اشتراطات. مفيش فرع في البنك بيفتح اي فرع لاي بنك الا مفيش اشتراطات معينه بقى، كاميرات واجهزه انذار. يا فندم اديني فرصه بس هكمل لحضرتك. طيب تعالي نتكلم على النهارده المحلات. النهارده قال لك المحل مش هيفتح ولا هياخد رخصه غير لما يحط كاميرات. انا النهارده بلزم صاحب العماره انه في بعض الاشتراطات الامنيه، انا ما بقولش هعمله زي البنك ويحط خزنه مصفحه، لكن في بعض الامور اللي هي المتعلقه باجهزه الانذار. دي على فكره دي حاجه يعني مش عايز اقول حاجه بمئات الجنيهات. مش قلقان. طبعا. ولا يجوز ان ممكن يعني اعمل له، انا بقربها برضو اشتراطات امنيه زي الامن الصناعي. ما فيش منشاه صناعيه بتشتغل الا ما يكون عندها اشتراطات وقايه من الحريق ووقايه من الاخطار وما شابه. مجموعة من الاشتراطات الأمنية اللي يضعها المتخصصين عند الملاك من أول الكومباوند لغاية أقل حي موجود في مصر. أنت لو عندك عمارة لا ما بتسكنش حد إلا ما توفر باب يتقفل بأجهزة إنذار زي ما بيقول الأستاذ شريف، موجودة في كل شقة ممكن تعمل إنذار الأطفال يستخدموه يبقوا مدربين. الكلام ده موجود بره وبيتم التعامل معاه بسلاسة، ما هواش شيء ملغل. احنا ملاحظين إن كتير من العصابات اللي شغالة دلوقتي عصابات غير مصرية أيضا، نتيجة بقى إن احنا عندنا أولمة. عندنا طبعا لاجئين وعندنا ارهاب معاول. لا بس كمان
عندنا لاجئين عندنا ومصر, ومصر دوله بتستقبل اللاجئين طبقا لقانون الامم المتحده. هنعمل ايه في القصه دي؟ يعني اخر كذا اصابه اتمسكت كانت لغير مصريين. عايز اشوف اللي الدكتور سعيد قال عليها من لحظات, وهو ده الطريق الاستراتيجي, ولكن هو اللي بيحقق النتائج. ان انت حضرتك تعملي اشتراطات أمنية صارمة في كل المجتمعات من أول الشارع, أن أنت تصعبي المهمة على خرق القانون, أن أنت تبقي عندك كمية كمان من الردع. أيوة الردع, التغليظ, العقوبة, تصعيب المشهد قدام المجرم وقدام الإرهابي وقدام أنه هو يقدر يصل إلى مرحلة تهديد. بره فندم, يعني حضرتك وانت بره حتى في الدول العربية بتشوفي عماره او بنايه زي ما بيقولوا يا ما فيهاش اشتراطات. ايوه هم عندهم قدره ماديه ان هم يعملوا. ما انا بحطها في الاشتراطات على فكره. هيبقى النهارده لو جت العماره حطت السيستم ده وقسم المبلغ بتاعه على انت عارف المصريين. لكن ارجع تاني دكتور, فكره الردع بقى, فكره ان انا ما بشوفش الردع, يعني انا كمجرم او حتى مواطن عادي انا ما بشوفش الردع بالقانون. القضيه بتاخد وقت طويل وتفضل رايحه راجعه واستئناف وكذا وكذا. طول ما انا ما بشوفش الردع بالقانون, طول ما انا شايفه ان الموضوع هيبقى بالظبط. طبعا البطء التقاضي في مصر, الاجراءات الامنيه تاخد وقت برضك, وكله وطبعا يعني في فساد منتشر. فطبعا الكارثه دي بتدي النموذج ان يستمر هذا النوع. عشان كده انت محتاجه استراتيجيه قوميه. خلي بالك اللي بيحصل دايما في كل مجتمعات العالم مش بس في مصر. يحصل جريمه تلاقي ايه كل يتحدث عن ده من بعد الحادثه, مش تمنعي. يعني احنا نعمل اجهاض. الوقايه خير من العلاج طبعا. فانت محتاجه ان كل قطاع التعليم يتغير الثقافة. الثقافة اللي في المجتمع المصري خليك راجل, الراجل لازم يعمل يضرب مش عارف ايه, ففي عنف. انت محتاج تغير الثقافة. طب انا محتاجة معايا اتصالات هاتفية كثيرة. طارق اتفضل. طارق ايوه اتفضل. مساء الخير على الجميع. مساء. انا بس يعني انا متفق مع حكاية الدواعي الامنية. حضرتك اما جابوا سيرة الامارات وجابوا سيرة السكيورتي سيستم الموجودة, حضرتك قلتي عندهم امكانيات. لا معلش حضرتك, احنا هنا بنشتري كتالوج. حضرتك انا مقيم في الشيخ زايد, ولو قلت لي انا مقيم في كومباوند من 2001, وكان في الكتالوج ان في سكيورتي سيستم بسنترال ستيشن موجوده جوه الكومباوند. الكلام ده كتالوج كلنا بيضحك علينا. اجيبها لك من اول, اطلعي بالم هيلز, اطلعي بيفرلي هيلز, اطلعي انا في الرابع عند طلعت مصطفى, وعند حتى في المباني الاداريه الجديده. كل ده احنا بنشتري الوهم, بنشتري كتالوج. على الارض مفيش الكلام ده. على الارض شويه السكيورتي هو عباره عن ناس لابسين يونيفورم ما لهمش اي حاجه. انا متفق جدا مع الاراء اللي موجوده ان لازم اجبار للكومباوندز اللي موجوده, على اساس كلنا بندفع ملايين وعندنا امكانيات وما بنقولش لا. لكن احنا بيتضحك علينا كلنا وبنشتري كتالوج. ده انا رايي ان لازم اجبار للكومباوندز. انا مش بتكلم على المحلات التجاريه, لا, على المناطق السكنيه. بالنسبه للاسكان المتوسط ده دور الحكومه انها لازم تساعد, والناس مش متاخره انها تدفع. احنا عمرنا ما بنتاخر احنا ندفع. لسه قايلين النهارده الكهرباء هتزيد في شهر 7 اللي هي اوريدي زايده, ما قلناش لا. احنا عمرنا ما بنقول لا. لكن انا بتكلم على البرايفت كومباوندز, احنا دافعين ملايين واشترينا الوهم, اشترينا كتالوجات. ما فيش الكلام ده. ما فيش. شكرا يا طارق. الربو ما فيش. وجهه نظرك واضحه. محمد اتفضل. الو محمد اتفضل يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام, اهلا بك, اتفضل. حضرتك يا مدام لميس, انا الساعه 2 بالظبط 2 الا 10 عربيتي اتكسرت في الشيخ زايد, وانا راجل من اسكندريه. سرقوا من عربيتي 90,000 جنيه, وعملت محضر في الشيخ زايد في اسم الشيخ زايد. وبعد كده في محضر تاني كان محضر سرقه وحضرتك جبتيه, وجابوا السرقه بتاعت الذهب والالماس, وانا لحد دلوقتي ولا حد سال فيا. والمحضر بتاعي كان رقمه 771 لجنح 2017. يعني اكيد طبعا هم اكيد شغالين على اولا في محاضر كتيره, وفي منطقه بالذات زايد عليها تركيز مهم جدا. بس هو كمان السؤال, يعني مش قصدي حاجه, بس ما تسيبش 90,000 جنيه في العربيه يا حضرتك. ده انا يا دوبك طلعت اصلي الظهر, ولسه كنت لسه جايب البنك المصري الخليجي, وعدتني عند اسم الشيخ زايد, والكاميرات شافتني وانا بركب العربيه, والضابط شافني وانا بحط الفلوس في العربيه وشاف الخطوات, ولا فيش اي افاده لحد دلوقتي. ماشي يا استاذ محمد, شكرا. سيد اتفضل. سيد اي فندم اتفضل. يا فندم
ايوه فندم مع حضرتك. اهلا اتفضل. دلوقتي فندم المشكله بسيطه، حضرتك بتطلبي حل مشكله كبيره زي كده على مستوى البلد بالكامل. مشكله حلها بسيط، ان لازم يكون في اسم شرطه نموذجي. يعني ايه اسم شرطه نموذجي؟ يعني في معلومات تركيبه الاسم الشرطه اللي موجوده عندنا كلها تركيبه عشوائيه، وهم عارفين كده كويس والشرطه عارفه كويس كده كويس. انما اسم الشرطه لازم يكون في منطقه تدريب، في منطقه خلع ملابس للعساكر عشان يغيروا هدومهم وياخدوا الدش بتاعهم هناك ويلبسوا اليونيفورم، علشان لما يلبس اليونيفورم يبقى في حاله عمل، يبقى في حاله ضبطيه، يبقى الراجل ده معاه ضبطيه، صاحب ضبطيه. انما عسكري مروح بلبسه وجايب لبسه، دي كل دي عشوائيات ما شفناهاش في ما بتحصلش. هيرد عليك العميد عكاشه. شكرا يا استاذ سيد. باسم اتفضل يا باسم. ايوه مدام لميس. ايوه اتفضل حضرتك. انا عندي شكوى ومش لاقي حد يسمعنا. مدام لميس، انا مراتي مختفيه، مخطوفه بقالها 32 يوم حضرتك، واحنا وانا بقيت في الشارع في قدام المركز بقالي 32 يوم، ومعايا طفلين 9 سنين و5 سنين، وما انا مش عارف اوصل لاي حاجه. مختفيه بقالها 32 يوم يا استاذ باسم. يعني حد اتصل إيه؟ بيه؟ هل حد اتصل بيك اي حاجه؟ ساومك احنا مبلغين حضرتك في الاسم عندنا هنا في مركز بالاز اهليه، ان باسم الخاطف وعنوانه، ولغايه دلوقتي مفيش اي نتيجه. 32 يوم انا مش عارف اخش يعني بيت ولا يعني ايه اسم الخاطف وعنوانه يا باسم؟ مش يعني احنا متهمين واحد معين بالخاطف. انا مرات اسمها جانيت حكيم برسوق. في طيب واحد طيب متهمينه بالخاطف مدام لميس، وعشان طيب خاطر ربنا يعني انت حضرتك عندك اولاد. تابع انت بقى مع الاسم بس إيه؟ يعني اشك يعني اكيد بيعملوا مجهود في هذا الامر. طيب شكرا يا باسم. لا دي قضيه ما اعتقدش انها لا يعني إنها هو لو في بلاغ يعني باسم حد، يعني الشرطه مش هتستنى، اكيد الشرطه هتحارب على الكلام ده يعني صح ولا غلط. فاهم يعني مش عايزين نبالغ في الجرايم يعني. اكيد تكون هي اللي مشيت. الرغبه في اسم موضوع شرطة الاسم الشرطه النموذجي. طبعا انا معاه جدا، كلنا عايزين اسم شرطه نموذجي يعني، وهم نفسهم الشرطه عايزه بالظبط يعني. لكن هو المساله مش متعلقه بارتداء الملابس وما شابه. لا الحقيقه انا اقدر اقول ان هو يبقى اسم شرطه نموذجي بان انا يكون اسم الشرطه في غرفه عمليات مجهزه مربوطه بالكاميرات اللي كنا بنتكلم عنها. فيها بالانذار ايوه ما هي مربوطه بالكاميرات. يعني انا قدام غرفه عمليات بتتابع الوضع في دايره الاسم على مدار 24 ساعه، قاعد جوه الغرفة أشخاص مؤهلين للتعامل مع التكنولوجيا، أعداد كافية إنها تقدر إنها تتعامل مع التليفونات والاتصالات. الاتصال مع واحد في أزمة هي فن ويجب التدريب عليه. إن هو ده ملمح التطور اللي احنا عايزينه، إن الاسم يمتلك قوة انتشار أو انتقال سريع مجهزة بسيارات اللي احنا بدأنا نشوف بعضها النهاردة موجود في المدن الكبرى. إن الكلام دوت يكون معمم، إن تبقى القوة دي في حالة حدوث شيء، ما بقاش أنا زي ما حضرتك ذكرتي من شوية إن احنا بنتعامل مع الجريمة بعد حدوثها وإنها انتهت والضابط رايح يفرغ علشان يصل إلى الجاني. لكن مسألة الإجهاض، إجهاض الجريمة أو مجابهتها أو ضربات استباقية لأي نوع من أنواع الفوضى، هي دي درجة الجاهزية أو درجة التطوير المطلوبة لأقسام الشرطة ولنقاط أمنية أنا أبدأ أوزعها في المحيط اللي أنا موجود فيه. عشان وقتنا دكتور كلمات أخيرة. سيف القانون وسيف العدالة وسيف الأمن لازم يكون أطول وأحدث من سيف الإجرام. للأسف صح. الشديد احنا الإرهاب والمجرمين بقوا أكثر تقدما، وأنا محلك سر، أنا عايز تكنولوجي. ما ينفعش أن أنا أتعامل يعني مثلا حتى الأقسام المحاضر اللي بتتعمل دي، هل هي يعني تنفيس؟ هل حد بيتابع هذه المحاضر ويتحاسب؟ في محاضر كتير بيتم حسمها، في عصابات كتير بيتم يعني أنا بتتساب بتفضل كده ما بتحلش. خلي بالك جزء من انك انت تحلي الصراع في المجتمع ان الاجهزه الامنيه والقضائيه تقوم بدورها وتمكن هي، بس محتاجه انها تمكن بادوات وبانفاق الحقيقه. لان انا بحس في اخر كام قضيه فيهم سرقه وكده
انا بحس ان الشرطه ما عندهاش ادوات كفايه، ما عندهاش تكنولوجي، ما عندهاش يعني هم بيشتغلوا بنفس الطرق القديمه اللي بتجيب نتيجه لكن بتاخد وقت طويل جدا. يعني عشان نلخص الموضوع حضرتك، لو بنتكلم على امن بقى مجتمع بالكامل، احنا قلنا النهارده كل واحد في بيته بيعمل الامن اللي على قده، لكن خلينا نلغى الاهم وهو العبيد خالد قاله النهارده ازاي انا بنقل تكنولوجيا لجهات الامن، علشان نقول كده احنا بنتكلم على امن المصريين كله. الموضوع ده علشان احنا شويه شغالين فيه الحقيقه، وزاره الداخليه مجهزه غرف عمليات في المديريات، مجهزه غرف مركزيه في الامن العام. لكن عشان النهارده ننقل الكلام ده، انت بتتكلمي على حاجه تفوق ميزانيه الدوله، هي دي اللي حضرتك اللي بتقولي عليها مكلفه. فالنهارده لو كل واحد في مكانه في الشارع بتاعه قدر النهارده ان هو يساهم ان الاجهزه دي تركب وتنقلها، من النهارده انا بتكلم على الكل، هنبدا شويه التكلفه تقل. انما انا النهارده بتكلم على ميزانيه فعلا تفوق ميزانيه الدوله، وان كان الامن بيساوي فلوس. فعشان كده بقول كل المصريين، كل رجال الاعمال، كل اصحاب الشركات، المصانع، البنوك، في كل منطقه حضرتك هتلاقي كل الحاجات دي موجود، نساعد نرى امن المنطقه بتاعتي وانقل الحاجات دي لوزاره الداخليه بالتعاون معاها. يعني انا اظن انه فكره انه كل حد يبقى مسؤول عن تامين ده فكره منطقيه. والمتصلين اتكلموا وقالوا احنا ما عندناش مشكله ان احنا ندفع بس يعني ما نشتريش الكتالوج. اي بالظبط، يعني يبقى عندنا البرنامج والسيناريو الصحيح، وزي ما بيقول الاستاذ شريف ان احنا ناخد خطوات، الدوله هتساهم بجزء، السكان هيساهموا بجزء، اخلق نماذج، نموذج الشيخ زايد احنا خدنا اتصالات كتير منها، سهل جدا، مدينه حي كويس منظم ما فيهوش عشوائيات على درجه من الرقي، اعمل فيه نموذج امني متطور جدا، ابدا اشتغل عليه واحاول اتوسع فيه بقدر الامكان حتى اصل الى المستهدف. خصوصا ان ده على فكره موجود بالفعل، يعني في بعض الكومباوندز مش هقول الكل، فعلا عاملين كده فعلا وحاطين السيستم فعلا ومطبقينه فعلا، وغرفه عمليات موجوده وحد قاعد. تقسيم التكلفه على الجميع بتقللها جدا. انا بشكركم شكرا جزيلا، دكتور سعيد صادق، استاذ شريف خالد، والعميد خالد عكاشه. طبعا ان احنا بنتكلم عن الجريمه وبنتكلم عن الارهاب وبنتكلم على كل ده، مره اخرى هذا هو ليس عبء امني فقط ولكن عبء على المجتمع كله، علينا ان نواجه جرائم الجرائم الاقتصاديه، جرائم الفقر، الجرائم المجتمعيه. احنا كمجتمع، المجتمع تركيبته اتغيرت بشكل كبير جدا، العوده للترابط، وايضا الاعلام الحقيقه النموذج اللي بيتصدر للبطل مهم جدا انه يرجع النموذج الحقيقي القائم على العمل والقيم، مش القائم على البلطجه والفهلوه. واشكركم شكرا جزيلا، ونتقابل بكره باذن الله وهذه لمس الحديد. تحييكم، تصبحوا على خير.